الأهلي بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي، تفكير في أفريقيا أم غيابات أم أخطاء فنية؟ النهاردة الأهلي تعادل مع البنك الأهلي في مباراة ضيع فيها الأهلي وضيع فيها البنك الأهلي، مباراة مفتوحة من الفريقين بس محدش عارف يهز الشبكة ولا مرة. البنك الأهلي كان جريء والأهلي معرفش يستغل المساحات. المهم واضح إن الأهلي كله جهاز فني ولاعبين مش مركزين دلوقتي غير في أفريقيا. إنجاز استثنائي ينتظر الفريق بالفوز 3 مرات على التوالي، بس فقدان النقاط الكتير ده ممكن يودي الأهلي لخسارة الدوري للموسم الثاني على التوالي، وده هيبقى برضه تعثر استثنائي. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. منذ لحظات انتهت مواجهه جامعه البنك الاهلي بالنادي الاهلي بالتعادل السلبي بدون اهداف. تعادل مستحق للاهلي وللبنك الاهلي، ولكن النتيجه هي اللي غريبه شويتين ثلاثه. تعادل سلبي يعني مفيش اهداف، بس المباراه النهارده كان فيها فرص بالجمله للاهلي وللبنك الاهلي. النهارده كان معدل الاهداف المتوقع +3، يعني كان كل فريق يقدر يسجل 3 واكتر، يعني كان ممكن المباراه تخلص النهارده بالتعادل مثلا 3-3 وممكن 4-4. بس الفرص الضايعه النهارده كانت فرص في منتهى السهوله سواء للبنك الاهلي او للنادي الاهلي. الاهلي تاثر اكيد بالغيابات النهارده بسبب الاصابات، سواء اليو ديانج او حمدي فتحي او عمرو السوليه، والثلاثه ركيزه اساسيه في وسط ملعب دفاع النادي الاهلي. لو واحد فيهم بيغيب الاهلي يتاثر، ما بالك انت التلاتة بيغيبوا في مباراة اليوم. لعب موسيماني برامي ربيعة ولعب بمحمد مجدي قفشة في نص الملعب، بس نص ملعب النادي الاهلي كان تاهل. الناحية التانية البنك الاهلي عمل مباراة محترمة جدا، مباراة ما فيهاش رهبة ولا فيها خوف من النادي الاهلي، مباراة مفتوحة، مباراة هجومية، ضيع فرص وكان في فرص قريبة جدا من الجون. يمكن فرص البنك الاهلي كانت اكثر قربا من المرمى اكتر كمان من فرص النادي الاهلي. تالق البنك الاهلي مع مدير فني محترم، ثلاثي هجوم النهارده كان رائع جدا سواء اسحاق يعقوبو او محمد هلال، والاهم كمان اللي كان عنده فرص كثيره النهارده اللي كان بيبقى قدام الجون دايما كريم بامبو اللي بدا بيه النهارده الكابتن خالد جلال، وكان مصدر خطوره كبيره على النادي الاهلي. كريم بامبو معانا عبر الهاتف لاعب البنك الاهلي. كريم مشرف ومنور، وبهنيك على ادائك الشخصي النهارده وعلى اداء الفريق بشكل عام. كابتن كريم ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ متشكرين جدا على الكلام ده حبيبي. اقل من حقك. النهارده البنك الاهلي فاجئنا بصراحه بشكل عام، بيعمل مباراه هجوميه من الدقيقه الاولى قدام النادي الاهلي دون رهبه ودون خوف، وكان بيوصل للمرمى اكتر من مره وضيع فرص خطيره كمان. والحمد لله النهارده بونت من فريق كبير زي النادي الاهلي هتبقى حاجه كويسه. كنا طمعانين شويه ان احنا نكسب، بس الحمد لله ان انت تطلع بونت برضه حاجه كويسه جدا. والجهاز كان يعني مساعدنا على كده ان احنا نهاجم. صحيح. لو ما خدناش الثلاثه يبقى معانا بونت، وده اللي حصل، يعني ده اللي طلعنا بيه من الماتش ان احنا بنلعب قدام النادي الاهلي. فان انت طلعت بنقطه يبقى ده مكسب ليك يعني، او نادي الزمالك لما تطلع منهم بنتيجه ايجابيه بيبقى مكسب ليك يعني. والحمد لله ده قدرنا نحققه الحمد لله. واضح جدا انه الكابتن خالد جلال كان محفظ كويس، وواضح جدا كان واخد قراره انه يهاجم النادي الاهلي النهارده. يعني الاهلي اكيد كان متاثر بالغيابات وكان في مساحات كثيره في دفاع النادي الاهلي، واضح ان انتوا قريتوا الكلام ده كويس. بص، هو كابتن خالد الميزه اللي فيه ان هو يعني اي فريق بيهاجم، يعني هو ما عندوش مشكله اهلي زمالك، هو عنده قاعده ان هو ايه عادي مش مشكله لو خسرت، بس خسرت وانت بتهاجم وبتلعب كوره، عشان كده بعد كده ما تجيش تقول لا يا ريت انا هاجمت يا ريتني عملت، لا هو بيعمل كده كل الماتشات كده. صح، كنت موجود هنا. فدي حاجه كويسه، وهو بيديها لنا كمان يعني، هو التحفيز بيديه لنا احنا، فبتبقى حاجه كويسه لينا. كان قدرنا النهارده نعمل كده، رحنا على الجون ما كانش فيه توفيق معايا انا شخصيا، حوالي مضيع 3 فرص او 4 فرص. لا، في واحده منهم، في واحده منهم يا كريم اللي هي شناوي. لا اصل بصراحه انا وانا بتفرج على الماتش قلت حظه عاسر عشان انت عملتها صح، يعني انت وديتها في الناحيه الثانيه من الشناوي بذكاء. مش عارف، الحمد لله. يعني كان فيها باد لك كبير جدا. ايه باد لك جامد، قدر الله ما شاء فعل، بس ما فيش نصيب الحمد لله يعني. الحمد لله.
حد لامك، حد لامك على الفرصه دي؟ لا بالعكس بالعكس والله العظيم، والله بالعكس جدا، كل الجهاز باللعيبه كله بعد الماتش بيتكلم معايا هايل مفيش مشاكل. ودي كوره، طول ما انت بتلعب بجد بتلعب بتموت نفسك، وهم شايفين انت بتموت نفسك. إيه انت بتوصل للجون بس مفيش نصيب يعني، مفيش توفيق عند ربنا، مفيش توفيق صحيح بس صحيح. يعني انت مثلا ما عملتش كوره مثلا بطريقه معينه حاجه زي فاهم يعني، انت عملت الصح بس هي مفيش نصيب الحمد لله يعني الحمد لله. صحيح. انت عشت ازمه صعبه جدا، ازمه المنشطات، وما اكذبش عليك انا بشكل شخصي قلت كريم بامبو هيرجع بنفس المستوى اللي كان قبل كده ولا لا، رجعت افضل من الاول كمان. عديت المرحله الصعبه دي ازاي؟ هي دي يعني ناس في فتره حياتي حوار، انت حاجه انت بتحط يعني مالكش دعوه بيها اتحطيت فيها يعني، هو للاسف انت بتاخد حاجه تخسيس وجئت ان هي وقفتك اربع شهور حاجه مالكش دعوه بيها خالص بس فلكن لا انا بعمل، انا كل سنه بحب اطور من نفسي يعني، الاربع شهور دول ضروني بس استفدت منهم ان انا بجهز نفسي وادوس على نفسي اتمرن كويس شالت مني انا بقالي فتره كتير قوي تحت ضغط ان انا كل الدوري عندنا في مصر كل سنه لاحم في بعض يعني، مفيش مثلا فرصه انت تاخد اجازه، خدت اجازه ريحت اعصابي شويه يعني، انا استفدت منها واتضريت واستفدت يعني، ما كانش وحش وما كانش حلو. صحيح. مركز مع البنك الاهلي الموسم ده والموسم اللي بعده، ولا الموسم اللي بعده ممكن يكون في خطوه ثانيه؟ لا بص انا مركز، انا مركز يعني موسم بموسم بموسم، انا يعني انا البنك مش قصدي حاجه، من احسن يعني احسن النوادي اللي في مصر. صح. الاداره بتاعته بجد والله العظيم. صح. اللي هو اشرف نصار، محمد عبد المنعم، عماد حاتم، مدير الكوره كابتن كريم، المدير الفني كابتن خالد يعني، لا كل منظومه كلها باللعيبه، اللعيبه من اجمل يعني من احسن واجمد اللعيبه اللي لعبت معاها بصراحه، لعيبه اخلاقيا الكوره كل حاجه حلوه، المنظومه انت عايز تلعب كوره بصراحه، انت تلعب كوره مفيش مشاكل مفيش يعني، انت بتلعب كوره بس يعني، كل واحد عارف هو بيعمل ايه. الاول هو اشرف نصار بصراحه ومساعدنا جامد جدا، ما عندوش مش حاططنا تحت ضغط بالعكس، يعملوا صح يلعبوا صح يلعبوا كويس يعملوا والباقي ده بتاع ربنا. فلا الدنيا جميله يعني، النادي محترم جدا انا مبسوط فيه يعني. صحيح. كابتن كريم بامبو لاعب البنك الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. واحد ايضا من المتالقين في مباراه اليوم من جانب البنك الاهلي الحارس محمود الزنفولي. كابتن محمود صباح الخير، مشرف ومنور، وبهنيك على ادائك الشخصي النهارده واداء الفريق بشكل عام. حبيبي يا كابتن كريم، برحب بحضرتك والحمد لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الاداء وعلى النتيجه الايجابيه اللي حققناها، وكنا نطمع ان احنا نحقق 3 بونت بس الحمد لله. بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر اللعيبه كرجاله، والحمد لله يعني ان احنا خرجنا بنتيجه ايجابيه النهارده الحمد لله. من الحاجات المهمه جدا عند حارس المرمى لما فرقته بتهاجم، لما فرقتك بتهاجم يعني ده معناه ان ممكن يبقى في مساحات، وبالفعل النهارده الاهلي كان عنده عديد من الفرص زي ما البنك الاهلي كان عنده عديد من الفرص، انت ما تاثرش بهذا الامر؟ ما قلقتش؟ ما حسيتش انه المساحات دي ممكن تمثل ضغط عليك ويبقى الامور صعبه؟ لا والله احنا طول الاسبوع شغالين على نقط القوه ونقط الضعف عند النادي الاهلي. طول الاسبوع شغالين على تكتيك معين، ازاي نطلع بالهجمه ونشتغل من تحت ونهاجم النادي الاهلي. مفيش قلق ومفيش خوف، قدرنا ان احنا نوصل ونضيع. لو النهارده انا بنتكلم مع خط الظهر، وكنا بنتكلم انا ودبش وياسين وسام ابراهيم والكابتن عاصم صلاح كابتن الفرقه، دايما بنتكلم ان احنا لو ضغطنا لازم نامن، لان الاهلي بيلعب على المرتدات السريعه، عندهم تحول هجومي سريع، فلازم لما نيجي نطلع بالكوره ونهاجم النادي الاهلي لازم يبقى في تامين ورا الهجمه، فعملناه النهارده بشكل كويس. وبشكر اللعيبه ان هم كانوا رجاله وملتزمين النهارده بالاداء والتكتيك النهارده اللي كابتن خالد كان حاططه لنا، والحمد لله يعني النهارده خرجنا بنقطه من النادي الاهلي، وبنتمنى لهم التوفيق في البطوله الافريقيه ان شاء الله ويحصلوا على البطوله، وبنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. الكره اللي سجلها محمود وحيد كمان اللي الغيت بعد كده، هي كانت كره صعبه بالنسبه لك جدا ولمستها، وكان في برضه سوء توفيق انها دخلت المرمى بعد كده؟ والله الحمد لله ان هي الهدف اتلغى، هما لعبوها بسرعه، كان ما كناش كنا مركزين مع الحكم، كنا بنتكلم مع الحكم فاتلعبت بسرعه فبغتت الفرقه، بس الحمد لله الهدف اتلغى وخلانا نرجع تاني ان احنا نخش في المباراه. وبعد الجون لما دخل واتلغى اتكلمت مع اللعيبه وقلت لهم ما ينفعش نسرح، اصلا قبل الكوره بقول لهم ما تسرحوش وما
نحاول نركز الفتره دي، الوقت ده ممكن الاهلي يسجل في اي لحظه، واحنا برضو ممكن نجيب، فمش عايز سرحان في الماتش بالذات لما يبقى في جمهور. انا بقول لهم ممكن ما تقدرش تسمع صوتي ان انا اوجهك او اتكلم معاك، فما تعتمدش على زميلك، ركز على الكوره واشتغل وخلينا قريبين من بعض، لان الاهلي بيلعب على الكوره دي، الحاجات المرتده اللي من ورا خط الظهر، قلب الملعب، الوانتوهات، وانتو الوانتري، زي ما انت شفت في مباراه الوفاق الصيف هم اشتغلوا على كده، واحنا قدرنا الحمد لله نقفل عليهم الخطوط دي، فالحمد لله يعني، والحمد لله التوفيق كان معانا. طيب الهدف اللي اتلغى ده كان كوره ما حدش توقع انه سبب الالغاء ان الكوره كانت متحركه من رامي ربيعه، ما كانش ثبتها، كنا متصورين انه هل مثلا اوف سايد ولا حاجه، هل ده انتوا كنتوا واخدين بالكم منه في الملعب ولا لا؟ ده اللعيبه راح اتطردت على كده ان هو ما ثبتش الكوره، والكوره بالطب راح لاعب على طول، فاللعيبه كانت بتعترض على كده يعني، من قدام محمود السيد وكابتن عاصم صلاح وخط الهجوم من قدام كانوا بيتكلموا ان الكوره ما ثبتتش اصلا، يعني هم اللي لفتوا نظر الحكم كمان قبل الفار طبعا، يعني هم اللي لفتوا النظر، احنا مركزين في الحاجات دي لان التفاصيل الصغيره ضيعت منا بنقطه قبل كده، فحاجات زي دي كده لازم نركز فيها الفتره الجايه، ممكن تخسر بتفصيله صغيره زي كده يجي في الجون، ممكن تجيب جون بتفصيل صغير من الحاجات دي، فالحمد لله هم اللي هو اعتراضات رغم ان هي كره واضحه، كانت اعتراضات النادي الاهلي بسبب ايه؟ ان ازاي الكره اتلعبت وجت جون، فقاموا اعترضوا، فالحكم راح مطلع انذار احمر، فديت يعني حسينا ان الحكم النهارده هيبقى فير، ما بيلعبش ان هو بيلعب النادي الاهلي او كده، لا النهارده الحكام فير والناس كلها، احنا قبل كده حصل شويه امور في المباريات انا مش عايز اتكلم فيها، بس الحمد لله يعني ان النهارده كانت امور كويسه. كابتن محمود الزنفولي حارس مرمى البنك الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك كمان على النتيجه النهارده امام النادي الاهلي. موسيماني النهارده في المؤتمر الصحفي بعد المباراه قال ان الوضع بالنسبه لنا صعب لاننا مختلفين عن اي نادي اخر، مسؤوليتنا نكسب كل البطولات اللي بننافس فيها، خدنا رحلة سفر من الجزائر إلى القاهرة مدتها أكتر من 7 ساعات، ووصلنا في الصباح ولم يكن أمامنا سوى يوم واحد للاستعداد للمباراة، ونلعب ضد خصم مرتاح وينتظرنا منذ أيام. قال إن علي معلول غير جاهز بنسبة 100%، وثلاثي الوسط ديانج والسولية وحمدي مصاب، وخلال المباراة فقدنا الشناوي، وطاهر أخبرني إنه لا يستطيع إكمال اللقاء، وعبد القادر يعاني من إرهاق. حتى نتحدث بأمانة، البنك أهدر فرصتين مؤكدتين، وأيضا أهدرنا فرص خطيرة، منهم فرصتين لمحمد شريف الذي لو سجل واحدة لتغيرت النتيجة، كنا نحاول وسنستمر في المحاولة. لا أتحدث عن إرهاق ولكن عن إصابات، وفي ظل كل هذه الغيابات ماذا سأفعل؟ نقف عند دي شوية بس، يعني تعالوا نكمل وبعد كده أقول لكم رأيي في هذا الأمر. قال حاولنا تنشيط الفريق بإجراء 5 تغييرات في التشكيل، ولكن للأسف لم نحقق الفوز، ولا أستطيع المخاطرة في نصف نهائي. لما تسأل يعني على نصف نهائي أفريقيا كان ممكن يلعب بالبدلاء أمام فريق وفاق الصيف، قال ما أقدرش أغامر وأجري تغييرات عديدة حتى إذا كنا فائزين بنتيجة كبيرة في الذهاب. عندما تأهل ليفربول إلى نهائي أبطال أوروبا تعادل في الدوري وكسب لما غير 9 لاعبين قدام ساوثهامبتون، ده أنا بزود يعني. قال كمان لا أريد الحديث عن جودة الملعب، أنتم شاهدتم حالة الملعب وشاهدتم أيضا ملعب مباراة المصري في الإسكندرية، يمكن الحديث عن ملعب مباراة الرجاء في المغرب أو فوكس تيف في الجزائر، ولكن في مصر أنا مدرب فقط. بص بقى، في حاجتين مهمين جدا لما تحدث عن أعمل إيه يعني في ظل الغيابات الكتيرة دي. لا، تعمل، المدير الفني يعمل، لو أنت عندك غيابات كتيرة تتصرف. هتقول لي اتصرف إزاي ما أنا عندي ركائز أساسية؟ أديك عذر حتة كده صغيرة، بس انت مدير فني عشان تقدر تتعامل مع القوام الكبير اللي موجود في تشكيلة النادي الاهلي، وتقدر تغير وتقدر تحط بدايل، ده شغل المدير الفني، ده اساس شغل المدير الفني انه يجد الحلول، فهو مش احنا اللي هنعمل، اكيد المدير الفني هو اللي بيعمل. ده 1. 2، قصة الملاعب، عندنا بعض المشاكل في بعض الملاعب، اتفق، بس انا سمعت تصريحات لاحد لاعبي البنك الاهلي بعد المباراة وقال انه ما هو دي علينا وعليه، يعني دي على البنك الاهلي وعلى الاهلي، طبيعي يعني الاثنين
عندهم نفس الضرر، والأهلي بيلعب مباريات في ملاعب أفريقية أسوأ وأصعب، لكن هنا عادي كده كده الأهلي بيكسب طول عمره في ملاعب زي دي، كده كده الأهلي بيكسب طول عمره بيحقق كل البطولات العظيمة دي في ملاعب زي دي، فده مش المبرر يعني، لا مبرر ملعب ولا مبرر تحكيم ولا مبرر غيابات. كان في النهاردة أخطاء فنية في الملعب، كان في بعض الأسماء اللي مستبعدة دون سبب يعني زي محمد محمود أو حسام حسن، وأنت محتاجهم النهاردة تحديدا محمد محمود وبرضه حسام حسن عشان تدعم الفريق هجوميا في بعض التغييرات لما تعوز تعدل النتيجة يعني. المهم الأهلي يركز في أفريقيا، بيتشو موسيماني مدرب كبير، هذه الجمل العريضة الكبيرة لازم نقولها كل شوية، الأهلي يركز في أفريقيا، بس مهم جدا الأهلي ما يسرحش في موضوع الدوري عشان خسارة النقاط المتكررة العديدة في الآخر هتخسروا الدوري. نفس الأمر اللي قلناه على الزمالك امبارح، خسارة نقاط دلوقتي كثيرة تخسرك الدوري في الآخر، نفس الأمر هنقوله على بيراميدز وهكذا، كل نادي بينافس. لو أنت فاكر إنك دلوقتي بتخسر نقاط مش هتأثر عليك مستقبلا تبقى غلطان، الدوري بيقرب يعني كل يوم بيقرب، كل أسبوع بيقرب، هتلاقيه اتخطف منك وجري منك وجريت منك الأيام والأسابيع وأنت بتخسر الدوري بنقاط ربما تكون نقاط في المتناول. والأهلي عنده مباراة في منتهى الصعوبة يوم السبت القادم مع إنبي اللي فاز على الزمالك في مباراة كبيرة. مويرة اللي هي زوجة بيتسو موسيماني أعلنت النهاردة عن المشروع المنتظر للمدرب، كان قالت حاجة كده وسابتها علامة استفهام، النهاردة أعلنت عن المشروع ده وهو مدارس بيتسو موسيماني لكرة القدم في جنوب أفريقيا. قالت إن هذا المشروع هو محاولة من المدرب موسيماني للرد الجميل لجنوب أفريقيا، وإنه يسعى لإنتاج عناصر جديدة أو جيدة في كرة القدم من أجل المستقبل، وإن PMSS هو اسم المشروع يعني، هو مشروع جزء من إرث المدرب بيتسو موسيماني، ليس فقط من أجل تكوين لاعبين المستقبل ولكن من أجل مساعدة الكرة في جنوب أفريقيا، من أجل العودة من جديد إلى سابق عهده. محمد الشناوي النهاردة خرج مصاب، عملت تليفون قبل ما أدخل وسألت زمايلي قالوا لي إنه الإصابة خفيفة. الإصابة إيه هي بقى؟ الإصابة شد في أو إجهاد في العضلة الخلفية، الجهاز الفني فضل إنه يريح محمد الشناوي أول ما حس إنه ممكن يبقى فيه مشكلة. بس محمد الشناوي أولاً كان بيخرج بيجري وما كانش عنده أزمة، زي ما حضراتكم شفتوا الصورة دلوقتي ما فيش أزمة كبيرة، إن شاء الله محمد الشناوي يلحق مباراة الوداد، يلحق الفاينل ويقدر يلعب المباراة النهائية ويشتغل إن شاء الله ويبقى بإذن الله عنصر من العناصر اللي بإذن الله تكون بتخلي الأهلي يكسب دوري أبطال أفريقيا. النهاردة فريق الوداد تعادل مع فريق المغرب الفاسي بهدف لكل فريق في المباراة اللي أقيمت بالجولة 23 من بطولة الدوري المغربي، يعني الوداد تعادل والأهلي تعادل خلصين. نشوف بقى المباراة النهائية هيحصل فيها إيه، الوضع فيها إن شاء الله الأهلي يكون ليه الأفضلية وإن شاء الله الأهلي يكون في أفضل أحواله. طيب حالات تحكيمية النهاردة مثيرة للجدل، حالات تحكيمية أيضا في مباراة الزمالك أمس مثيرة للجدل، بالتأكيد لنتحدث دائما زي ما بعودكم دائما عن الحالات التحكيمية، نتركها دائما لخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن جهاد جريشة. كابتن جهاد صباح الخير، مشرف ومنور كالعادة. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام. أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ والله الحمد لله فضل ونعم الحمد لله. نبدأ من النهاردة، ايه رايك في طاقم تحكيم اليوم ورايك في القرارات اللي اتخذت، وبالتاكيد الهدف الملغي للنادي الاهلي هو اكثر القرارات الاثاره للجدل النهارده. بص كريم، احنا عندنا النهارده في ماتش الاهلي لقطتين تحكيميتين نتكلم عليهم مهمين جدا. يلا بينا. الاولى الهدف اللي تم الغاءه. احنا في بروتوكول الفار الماده رقم 10 بتقول ان انا في حاله ايقاف اللعب واستئنافه لا يمكن الرجوع دي معناها الرجوع لما قبل الايقاف. في حالات اللي في اي خطا حصل الا اذا كان في طرد مباشر او في سلوك ماشين او باسق او البروتوكول بيقول كده. وبالتالي بدايه اللعبه اللي هي الركله الحره دي بدايه الاي بي بي اللي هي بناء مرحله بناء الهجمه لاحراز الهدف. من حق الفار يراجعه، لان في ناس قالت ان الماده العشرة تمنع الحكم او حكم الفار من التدخل. لا، اللي يمنع الماده 10 بروتوكول الفار تمنع الفار يتدخل فيما قبل اللعبه، يعني انا حسبت ركله حره اللي قبلها لو الركله الحره مش سليمه خلاص انا حسبت خلاص اتلعبت، ماليش بعد كده ما اعرفش اراجع اللي قبل كده الركله الحره اللي حصلت. لكن
لكن في اللعبه دي بدايه اللعبه او بدايه الاي بي بي بتاعي او بدايه الهجمه لبناء الهجمه لاحراز الهدف هو الركله الحره هو الفاول نفسه صح. والفاول نفسه فيه خطا وتدخل حكم الفار تدخل صحيح والحكم الغاء الهدف قرار صحيح صحيح. طيب اللعبه الثانيه في نفس المباراه شك في ركله جزاء النادي الاهلي في الدقيقه 93 واللعبه كانت فعلا تصوير مش واضح جدا يمكن في كوره بلس عملنا عليها زوم اشتغلنا عليها كويس جدا وصلنا للحقيقه ان الكوره من رجل محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي لرجل المدافع للارض وما جتش في ايده نهائي وبالتالي ما فيش ركله جزاء وقرار حكم سليم. النهارده امين عمر وطاقم التحكيم بالكامل عملوا مباراه مميزه بشكرهم عليها وفي الاخر كل الفريق خد حقه وما فيش اي تاثير من قرارات التحكيم على المباراه. طيب رايك ايه في طرد الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ انا الحوار اللي حصل بينهم وبين بعض ما اعرفش اللي دار يعني الاعتراض اللي وصل الكابتن احمد مباشر ده اكيد حاجه حصلت بينهم وبين بعض ما اعرفش تفاصيل حصلت ايه لكن الاعتراض خارج عن النص من كابتن سيد وشوف البار اكيد الاعتراض ده كان له سبب ان في طرد او كابتن احمد حصل فما اعرفش التفاصيل اللي حصلت عشان اقدر احكم على الكابتن احمد صحيح ولا مش صحيح. طب ليه ما يبقاش فيه انذار وبعد كده كارت احمر؟ ليه يبقى كارت؟ ممكن كريم في الكلام اللي اتقال الكلام ممكن تتقال كارت احمر لما اعرفش ايه اللي اتقال يعني الكلام ما نقدرش نقدر ايه اللي اتقال بينهم ممكن الكلام اللي اتقال يتسال كارت احمر مباشر وارد جدا وممكن الكلام اللي اتقال يتسال انذار وارد جدا فاحنا الحوار ما نعرفش اللي حصل عشان يخلي امين يطلع كارت احمر. طب السؤال ده هو سؤال عام بصراحه مش شرط يكون الحاله زي ما حضرتك قلت لازم تكون حاضر الحاله او تعرف الحوار اللي حصل عشان تشوف وتقدر بس هل ممكن حكم ينزل مثلا مش هقول مترصد او متحفز بس عارف مثلا ان الكابتن سيد هو من متكرر الاعتراضات فيبقى نازل بيحاول بسرعه ياخد قرار حازم عشان الكلام ده ما يتكررش في الملعب كله يعني يبقى مبيت النيه بدون قصد يعني بطبيعه بشريه. لا لا امانه يا كريم ما اعتقدش ده يحصل. لا لا انا كنت مع حكم الكابتن سيد كده وغيري كان حكم الكابتن سيد كده استحاله حد يترصد حد عشان يطردوه لكن احنا بنبقى رد فعل كحكام بنبقى رد فعل ساعتها يعني. طيب احنا معانا قبل الزمالك كابتن جاد معانا لقطه للمسه اليد اللي حضرتك قلت مش لمسه يد في ضربه جزاء في دقيقه 93 للاهلي عايز حضرتك تشوفها كمان معانا. لا انا في الطريق مش هشوفها. انت في الطريق احنا جبناها زومنا عليها قوي زومنا عليها قوي وجبناها التفاصيل بتاعتها اللي مش موجوده بالصوره احنا زومنا عشان نعرف الكوره جت في الايد ولا لا لان الكوره لو جت في الايد اليمين بعد لمسه الرجل دي لو جت في الايد اليمين ركله جزاء مليون الميه لكن فعلا ما جتش في الايد جت من الرجل للارض اللي ما جتش في الايد نهائي وبالتالي ما فيش فيها ركله جزاء. عظيم جدا. مباراه الزمالك بقى مباراه الزمالك امس مع طلائع الجيش هي فيها لقطه تحكيميه واحده بنتكلم فيها في ركله جزاء صحيحه لطلع الجيش لم تحتسب اللعيب بالونش نجح في لعب الكوره لكن في طريقه لعب الكوره خد رجل مدافع الجيش في الدقيقه 11 وكانت ركله جزاء صحيحه لم تحتسب دي كان اهم خطا موجود في المباراه لكن نقول ان الزمالك اتغلب يعني هزم في المباراه وبالتالي القرار ده مش مؤثر في ركله المباراه بس بنتكلم ان في ركله جزاء صحيحه في الدقيقه 11 لم تحتسب لنادي طلائع الجيش. بنشوفها ودلوقتي وحضرتك بتتكلم. طيب كان في لقطه كمان مهمه جدا لمحمد اشرف رؤى وبعض الناس قالوا ان هي كانت بطاقه حمراء او تستاهل بطاقه حمراء انه تدخل على قدم لاعب طلائع الجيش شفتها؟ التدخل بالاستاذ كريم في اللقطه بتاع رؤى ديت التدخل بالاستاذ في الانكل من ورا التدخل القوه والسرعه الموجودين قليلين مش عاليين وبالتالي الانذار كان مستحق يعني المفروض ياخد انذار فيها ما خدش كارت خالص صح. كان المفروض في اللعبه دي ياخد انذار لكن اللي اعترق للكارت الاحمر بيحامل احواله وبالتالي الفار ما استدعاش الحنفي فيها لان لو كانت كارت احمر كان لازم يستدعيه وانا اتفق مع قرار الفار ان ما تستاهلش كارت احمر ما فيش استدعاء كانت تستحق انذار وانذار مستحق وطبعا الحنفي اخطا في عدم اعطاء رؤى الانذار في اللعبه دي. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة كالعادة. معنا بعد الفاصل إن شاء الله واحد من النجوم الكبار جدا في تاريخ النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الكابتن الكبير كابتن معتصم سالم بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى يشرفني وينورني زي ما قلت لكم قبل الفاصل واحد من الاسماء المحترمه جدا الاسماء الكبيره جدا في تاريخ الكره المصريه وتاريخ المدافعين المصريين كابتن الكبير كابتن معتصم سالم مدافع نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن معتصم مشرف ومنور كالعاده. يعني انا سعيد جدا انا معاك والله بجد حبيبي يا كابتن معتصم اخبارك ايه طمني عليك الحمد لله امورك الحمد كويسه خير الحمد لله تمام هجي لك على الاسماعيلي بس لازم نبدا من حيث انتهى اليوم مباراه الاهلي النهارده والبنك الاهلي كانت مباراه حلوه من حيث الاداء الهجومي من الفريقين يعني البنك الاهلي بيهاجم كويس الاهلي طبعا بيهاجم فالمباراه كانت مفتوحه فبالنسبه لنا دي مباراه ممتعه شفتها ازاي؟
بص هو الاهلي يعني مقدم مسلسل كده في الدوري مختلف عن المسلسل اللي بيقدمه في افريقيا. صح. ففي يعني في اهلين. اهلي الدوري غير اهلي افريقيا. اهلي الدوري الاهلي بقى له 4 ماتشات دلوقتي مش عارف يكسب. وغالبا ده رقم ما تكررش قبل كده للاهلي في الدوري انه تقعد 4 مرات تقريبا من 2011 2012 يعني تقريبا من فتره بعيده. صح. يعني 4 مرات من فتره بعيده ما تكسبش دي غريبه قوي. ده يعني ليه برهان كده بالنسبه لي انا قدامي ان تجهيز المدير الفني للعيبه في الدوري مختلف عن تجهيزهم في افريقيا. صح. لان اللعيبه هي مظبوط مفيش اختلافات كتيره جدا. النهارده النادي الاهلي كان تقريبا بيلعب من غير وسط ملعب. صح. تقريبا يعني. فعشان كده ده كان حمدي فتحي والسوليه وديانج مؤثر اكيد. وجود رامي في وسط الملعب وهو راجل مدافع اكتر يعني فكان في حضن المدافعين اكتر. صح. فكان في فجوه كبيره قوي بين خط اللي المفروض جنبه اصلا ده هو لاعب وسط مهاجم بالظبط يعني مش وسط ادواره الدفاعيه مش قويه. صحيح. فالدنيا بالنسبه للنادي الاهلي في وسط الملعب ادت مساحات كبيره لنادي البنك الاهلي عملت الشكل الهجومي اللي احنا شفناه لنادي البنك الاهلي مع تركيز كبير قوي للمدافعين. فلا يعني كان ماتش حلو النهارده للناس المتفرجه لكن النادي الاهلي لحد دلوقتي مش مدي لجمهوره الامان في موضوع الدوري خاصه. طيب الاهلي كان عنده اكيد غيابات النهارده غيابات مؤثره للاصابه. هل الغيابات دي تؤثر كل التأثير ده على النادي الأهلي في قوام كبير في عدد كبير من اللاعبين المفروض تؤثر ولا ما تؤثرش؟ لا أنا شايفها ما تؤثرش لأسباب يعني الناس اللي هي كانت موجودة النهاردة هي ناس رجلها في الملعب يعني مش ناس بعيدة بقالها فترة يعني لو كنا قلنا مثلا ان لعب متولي النهارده كنا نقول لا ده بعيد بقاله فتره. صح. لو قلنا محمد محمود لعب النهارده فهنقول بعيد بقاله فتره. لكن لا كل الناس رجليها في الملعب. وبعد كده بعد ماتش ليفربول امبارح كريم ليفربول وساوثهامبتون 9 لعيبه متغيرين من ماتش تشيلسي وما فيش تغيير لا بدني ولا فني ولا في طريقه اللعب خالص. صح. فده شغل مدير فني ازاي اعد اللعيبه بتاعتي بدنيا وذهنيا وطبعا فنيا مع بدنيا. فدي مهمه المدير الفني حتى لو انا لعيب بقاله كتير ما بيلعبش. احنا شفنا زي ما بقول لك موضوع ماتش ليفربول خاصه امبارح نسف الموضوع ده خالص ان احنا نقول ده الفرقه بقالها في ناس غيابات كتير او في لعيبه. لا انت نادي كبير ونادي بتلعب في افريقيا والقايمه بتاعتك فيها لعيبه كتير المفروض ان انت جايبها عشان خاطر اي غياب ما ياثرش عليك بطريقه سلبيه كبيره. صحيح. فلازم تبقى مجهز اللعيبه بتاعتك اللي هي اللي انت شايفها اللعيبه البدلة بتوع اللعيبه الاساسيه لازم تكون مجهزه بنفس الطريقه اللي مؤسس بها اللعيبه الاساسيه. وفي نفس الوقت تبقى مختار اللعيبه البدلة بنفس المستوى بتاع اللعيبه الاساسيه. مش هنقول نفس المستوى الكبير لكن قريبين من بعض بحيث ان لما تيجي تحتاج حد فيهم ما بقاش في جاب كبير جدا. صحيح. فما انا بالنسبه لي موضوع ان لعيبه كتيره غايبه او لعيبه لا انا مش شايف كده. طيب قال برضو بيتسو موسيماني بعد المباراه ان حظنا يعني ان احنا مضطرين ننافس على كل البطولات والجماهير مطالبه بتطالبنا دايما ان احنا نكسب في كل المباريات. رايك ايه في التصريح ده؟ هو تصريح مش في محله لان هو ماسك النادي الاهلي والنادي الاهلي طول عمره متعود على كده يعني طول عمره لا ده زمان بقى كان في يعني انا لما ايام كنت بلعب في 2003 2004 مثلا مع النادي الاسماعيلي في بداياتي كان في بطوله افريقيا وبطوله دوري وبطوله كاس وبطوله عربيه فلا كان في كتير قوي كان في بطولات اكتر من كده. صحيح. فهي انت دلوقتي عارف ان انت عندك ماتشات كتير وماتشات مضغوطه فلازم تركيزك وتجهيزك للعيبه في كل الماتشات زي بعض خاصه ان انت عندك قوام كبير يعني انت برضو يعني ما عندكش نقصان في عدد اللاعبين انت عندك لعيبه كتير الفكره انك تجهزهم بشكل كويس زي ما حضرتك قلت والنادي الاهلي عارف كده كويس وبيجهز قائمته في بدايه السنه للظروف اللي زي دي لانه مر بيها قبل كده والسنه اللي فاتت مر برضو بنفس الظروف اللي هي ضغط المباريات واثرت عليه في ماتشات الدوري فواضح ان هو ما اتعلمش من الدرس بتاع السنه اللي فاتت لكن اغلب تصريحاته النهارده انا مش معاه فيها يعني لكن برضه ما بلومش عليه كتير لان اللعيبه اللي بتلعب النهارده هي مش لعيبه اساسيه لكن المفروض انا كلاعب يبقى عندي الطموح ان انا ابقى موجود. ايوه. ان انا اثبت نفسي ان انا عشان ابقى في القائمه الاساسيه بتاعه النادي الاهلي. صح. ده شيء برضه كبير جدا. صح. بالنسبه له وبالنسبه للجمهور وبالنسبه للنادي فبرضه بلوم على اللعيبه شويه اكتر وفي نفس الوقت بحيي كابتن خالد جلال ادار الماتش بشكل كويس قرا النادي الاهلي كويس قوي ولعب على المساحات اللي بين خط الوسط والمهاجمين وبين خط الوسط والمدافعين ان ما كانش فيه اصلا فكانت الامور كلها اي كره طويله على النادي الاهلي كان بيعملها كويس قوي نادي البنك الاهلي وخاصه كمان في حته ان لاعب عاصم النهارده باك ليفت قدامه يعقوبه اللعيبه كويسه قوي بتعمل جبهات يعني يعقوبه في اغلب في بعض الماتشات مع الكابتن خالد بيلعب باك ليفت. صحيح.
لكن عنده شويه ثغرات دفاعيه. النادي الاهلي ما ينفعش تلعب معاه كده، لان النادي الاهلي عنده ناس في الهجوم يقدروا يغيروا اي نتيجه. صحيح. فراح ملاعب عاصم عشان يقفوا قدامه يعقوبه، فواضح ان هو قاري الماتش كويس. اللعيبه نفذت النهارده كويس جدا، اضاعوا فرص كتيره، وانا شايف يمكن هي فرص البنك اخطر كمان من فرص النادي الاهلي. صح. خاصه في الشوط الثاني يعني شفت بامبو ضيع واحده سهله جدا، وهلال بعدها ضيع واحده سهله جدا. انفرادات انفرادات يعني. لكن كان ماتش كويس بالنسبه من الحاجات الملاحظه جدا يا كابتن معتصم، وانت اكيد لاحظتها، ان كل الفرق بتتجرأ على كل الفرق. يعني انا افهم مثلا زمان وانت كنت حتى بتلعب، هتلاقي مثلا الاسماعيلي يقدر يتجرأ قدام الاهلي والزمالك، دلوقتي بيراميدز يقدر يتجرأ قدام الاهلي والزمالك، لكن دلوقتي اي فريق يلعب قدام الاهلي والزمالك، لا انا ليه ما اكسبش وليه ما هاجمش وليه ما اطلعش بثلاث نقط؟ ما بقاش في الفرق اللي يقول لك ايه انا اهم حاجه اخد نقطه من الاهلي او الزمالك، دلوقتي لا اخش اخد ثلاث نقط ما اخدش ليه؟ لا واخد بالك كمان دلوقتي اغلب الانديه ما بتحاسبش المديرين الفنيين على ماتش الاهلي والزمالك. يعني بيبقوا عارفين ان في فرق في مستوى اللعيبه. صحيح. فاي نتيجه بتعملها قدام الاهلي والزمالك يعني هو مش هيمشي بعد خساره ماتش اهلي مثلا او ماتش زمالك. فبيبقى عنده الجرأه اكتر من كده. فهتلاقي انه الفرق فعلا بقت العناصر دي والعناصر اللي في اهلي وزمالك وبيراميدز، اهلي وزمالك وبيراميدز اسماء. بس لا، ما هو دول زيهم قريبين منهم جدا في المستوى، خلت المستويات متقاربه جدا في الدوري. فعلا. وده اللي بيدي الفرصه شويه للمديرين الفنيين انه يتجرأ شويه. وبيبقى ليه طريقه لعب برضه قدام النادي الاهلي والزمالك، هو ما فيش حد قدام النادي الاهلي والزمالك بيلعب فاتح، برضه بيعمل تكتل دفاعي شويه وبيلعب على المرتدات، لانه عنده عناصر يعني اغلب الاسماء اللي انت قلتها كلها في خط الهجوم وخط الوسط. صحيح. فهتلاقي العناصر قويه شويه في الخطين دول، فممكن يعمل مرتدات قويه، فتلاقي الدنيا يعني اسهل. صحيح. طيب اخدك ليه الزمالك ونبقى نختم بالاسماعيلي، طبعا لازم انت معايا نتكلم عن الاسماعيلي. الزمالك امبارح خساره تانية على التوالي، تحس ان هو ماشي والاهلي عمالين يكرروا يفقدوا نقاط. الناحيه الثالثه بيراميدز معاهم يفقد نقاط، فتحس انه الثلاثه المنافسه بينهم قويه جدا، بس الثلاثه المنافسه بينهم قويه عشان عمالين يخسروا نقاط، مش عشان حد فارق بالنقاط. بس الزمالك امبارح الاداء مش حلو، يعني ما تقدرش تقول مثلا ان الزمالك خسر المباراتين دول بسوء حظ مثلا او باخطاء تحكيميه، لا الزمالك في المباراتين كان يستحق الخساره سواء انبي او طلع الجيش. تتفق؟ نادي الزمالك بيفتقد دلوقتي الترابط شويه في وسط في الملعب. يعني بين اللعيبه تحس ان مفيش ترابط، تحس ان اللعيبه كلها عايزه هي اللي تجيب الجون. مفيش انسجام، مش مفيش انسجام بالمعنى المفهوم. يعني ما بتلاقيش فيه حلقه وصل بين خط الوسط بتاع نادي الزمالك وخط الظهر، لان اغلب الكور الطوليه دلوقتي على نادي الزمالك خطر جدا واغلبها انفرادات. نفس الكلام، مفيش حلقه وصل بين خط الوسط وخط الهجوم. يعني خط الوسط الهجومي اللي في نادي الزمالك مثلا شفناه امبارح امام عاشور على طول متطرف بره وعايز مشكله مدافعين. مدافعين فردي، مش امكانيات مدافعين. يعني امكانيات فرديه للمدافعين موجوده. طيب مشكله مدربين. هل بص، هو لازم كل فرقه يكون ليها حصه تدريبيه تخصصيه سواء لخط الظهر او لخط الوسط او للمهاجمين. طيب اديك مثال، كارلوس كروش الونش محمد عبد المنعم تالقوا تالق مش طبيعي معاهم. بالظبط. حتى اي مدافع، اي ياسر ابراهيم لما لعب تالق، محمود علاء لما لعب تالق مع كارلوس كروش. حجازي موجود كان متالق. حجازي طبعا كان متالق، بس عشان لما دول بقى لعبوا مع فرقهم، يعني الونش لعب مع الزمالك متراجع جدا، لما لعب مع محمد عبد المنعم مع الاهلي متراجع جدا، هل هو تراجع فردي ولا لا علاقه بالتكتيك بتاع المدرب؟ هنا كان بيعرف ازاي يحميهم وهنا ما بيعرفش يحميهم، بيقصد بلاعبين يعني. طبعا ليه علاقه بالتكتيك وليه علاقه بتركيز اللعيب. واضح جدا ان اللعيبه دي مع المنتخب تركيزها 100%. فبينفذ تعليمات المدرب 100%. فبالتالي كان شكلهم كويس جدا. في الانديه لا، هو تركيزهم مش 100%. واضح قوي، وجايز يكون المدرب قايل له، لكن هو واضح ان تركيزه في المكان دوت، تعرفش هل هو باصص للكوره على طول، ان خاصه احنا بنتكلم على الاهلي والزمالك ان هم القوام الرئيسي بتاع منتخب مصر. صحيح. فهل هو باصص للكوره او باصص ان هو عايز يكسب على طول، فمش مركز هو واقف فين؟ ودي بتبقى حاله تركيز للعيب. هو يعني بيتعدي ازاي لماتش زي دوت ذهنيا وفنيا وبدنيا زي ما قلت قبل كده. فلا، هي بتبقى طبعا طريقه مدرب، في نفس الوقت تركيز لعيب. طول ما اللعيب مركز 100% هتلاقيه في حالته. يعني انا عاجبني جدا بقاله فتره كبيره ياسر ابراهيم، مع انه كان بعيد ما كانش بيلعب في بدايه الموسم. صح. الا انه لما رجع يلعب، لا ياسر ابراهيم بيفرق دلوقتي في خط ظهر النادي الاهلي. في تمركزاته تحس ان هو قائد، بيكلم اللعيبه كتير. انا شايف ان ياسر ابراهيم دلوقتي من احسن المدافعين موجوده في الدوري دلوقتي، من احسن ثبات المستوى. دي شيء مهم جدا في كل اللعيبه في كل الخطوط.
ما تلاقيش حد ثابت المستوى لماتشين، وفي لعيبه ما بتثبتش مستواها في ماتش واحد لشوطين، ودي مشكله كبيره جدا احنا بنعاني منها في مصر. ان انت بتلاقي سين من الناس السنه دي عمل ماتشات كويسه جدا، خمس ماتشات ورا بعض مثلا كويسين جدا، فتلاقي كله الصحافه والسوشيال ميديا، ده هيروح الاهلي، ده هيروح الزمالك، ده منتخب مصر لازم يضمه، مع ان احنا على ايامنا احنا كنت لازم تلعب سنتين كويس عشان يقول لك ده الاهلي والزمالك بيفاوضوا. صح. فيا جماعه ثبات المستوى هو ده الفرق بين اللعيب الكويس واللعيب السوبر. اللعيب السوبر ده اللي مستواه ثابت لمده موسمين، يوم ما ينزل كيرفو شويه في الموسم بينزل ماتش ويطلع بعد كده يرجع لمكانه تاني. صح. فاللعيب السوبر او ثبات المستوى ده مش موجود في الدوري المصري في اغلب اللعيبه، وعايز اقول لك يمكن في كل اللعيبه، في كل اللعيبه، في كل اللعيبه اللي في مصر، اللي في مصر كلهم ثبات المستوى مش موجود. طب ودي يعني انت كده بتقول ان مفيش لعيب سوبر في مصر، ما انت تقول لي لعيب السوبر ده اللي يقعد موسمين. طبعا. طيب مفيش ولا لعيب سوبر في مصر. انا قاعد معاك اهو، تقول لي لعيب احنا لعبنا دور دلوقتي في الدوري المصري، قول لي لعيب مستوى ثابت طول الدور الاول. هتفكر كتير. صعب. هنوصل لمين؟ يبقى صعب. يعني حتى محمد الشناوي بنسبه كبيره عنده ثبات، بس برضه كان في بعض الاخطاء في البدايه، وكان في بعض الاخطاء، وبعد كده جات له اصابه فبعد شويه. هو طبعا مؤثر مع النادي الاهلي، لكن برضه لا، يمكن لو انت بما انك ذكرت الشناوي فهو نقدر نقول هو اكثر ثباتا. صح. الاكثر يعني اكثرهم ثباتا. لكن هو مش الثابت اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا نقول دور. مع ان انا بقول لك المفروض لعيب السوبر يبقى ثابت موسم كامل. حتى علي معلول اللي هو دايما كان ثابت المستوى مع النادي الاهلي بقاله فتره الامور بدنيه اعتقد الامور بدنيه، ولما رجع من الاصابه ما بقاش زي الاول. صح. بدنيا ما كانش زي الاول، وبعد الاصابه فنيا كمان وقفته في الملعب ودرجه تأثيره للفريق مش زي الأول. فبرضه ما تقدرش تقول عليه معلوم مستوى ثابت الفترة دي. طيب عايز أرجعك لمباراة الزمالك، ما اتفرجت على مباراة الزمالك امبارح. إيه رأيك في تغيير أيمن حفني؟ والله أنا شايف إن الراجل بيرميه في النار. أيمن بقاله كتير قوي ما بيلعبش. يعني أيمن عايز ينزل في ماتش الزمالك كسبان 2 مستريح هجوميا، بيشتغل على الجون كتير فيقدر لكن أنت ترميه في ماتش او تنزله في ماتش، بس كلمه ترميه عشان لا يعني في الكوره في الكوره ورقه بترمي ورقه يعني نزله زي ماتش زي دوت، تكتلات دفاعيه كبيره جدا وخط ظهر نادي الجيش بقاله فتره بيلعب جنب بعض وجاهز بدنيا، هو ينزل هو مش جاهز بدنيا ولا فنيا لانه بقاله بعيد بقاله فتره، انت عايز لما تساعده تساعده تنزله في ماتشات تساعده. طيب عايز اخدك شويه للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي لو كنا قاعدين القعده ديت من قبل ماتشين فاتوا كنا هنقعد نبكي كثيرا على حال النادي الاسماعيلي، ولكن حال الاسماعيلي يتحسن مع الكابتن حمزه الجمل. ايه اللي حصل تفتكر في اخر مباراتين عشان الاداء يتحسن والترابط يتحسن؟ التزام واحساس بالمسؤوليه. اللعيبه دلوقتي بقى عندها احساس بالمسؤوليه كبير جدا، فبالتالي بقت ملتزمه في الملعب اكتر من الاول بكتير بدنيا وفنيا، فهم ده الفرق بين الفتره دي والفتره اللي قبل كده. الفتره قبل كده لا، ما انا مش شايف ان اللعيبه كانت لا تركيز في الملعب ولا التزام بتعليمات ولا ترابط في الملعب بين الخطوط ولا اي حاجه، مع ان اللعيبه دي هي اللعيبه اللي كانت بتخسر قبل كده. صحيح. اي نعم كان في عندهم فرصه مجلس الاداره للتدعيمات اللي كانت في شهر يناير، الا انهم في يناير جابوا كل التدعيمات في مركز واحد. ودي كانت مشكله، لان انت عندك مشكله في خط الظهر النادي الاسماعيلي دلوقتي لما بيغيب سيرد باك بتبقى عندك مشكله كبيره. انت عندك باهر وعندك هاشم وعمار ربنا يشفيه جاله صليبي، فانت واقع منك واحد والرابع اللي بيلعب دلوقتي محمد نصر، فانت عندك ثلاثة دلوقتي، لو حد خد منه انذار وحد اتصاب فانت بيبقى عندك مشكله، فبترجع عماد حمدي نص الملعب تلعبه سيرد باك. فعندك مشكله وقصور في بعض المراكز. كان لازم تدعم المراكز اللي محتاجه تدعيم في يناير، مش كله في ناحيه الهجوم. انت عايز تكسب ماتشات كتير لان انت كان موقفك صعب في يناير، كنت اخر الجدول. مقام براون في يناير المفروض كان دعم يعني. ما انا بقول لك جابوا كل 11 صفقه في خط الهجوم. ما جابش ولا صفقه في خط الظهر غير يمكن الحلواني في الباك ليفت، وهو دلوقتي اللي بيلعب. لو لا قدر الله حلواني حصل له حاجه هتحصل مشكله وهيضطر يجيب حد برجل يمين يلعب في الحته دي لان ما فيش باك ليفت غيره. فده النقص العادي اللي موجود، عنده نقص عدد كبير. طب تفتكر هل الامور بتاعه المباراتين دول نشوه مدير فني جديد، نشوه مدير كوره جديد زي كابتن حسني عبد ربه، كابتن حمزه الجمل مدير فني طبعا، نشوه كده وحماس هيكمل بشكل كويس الاسماعيلي، ولا انت شايف ان المشكله لسه قائمه؟ بص انا اتمنى لا يعني، والمشهد الماتش اللي فات ما يدلش على كده. يدل لا ان الفرقه مركزه زي ما قلت لك، اللعيبه حست بالمسؤوليه، خاصه الجون الثاني لنادي الاسماعيلي في نادي سيراميكا. نادي سيراميكا نادي كويس جدا طبعا،
عنده لعيبه وعنده عناصر كويسه جدا، ودلوقتي جاله جهاز فني احمد سامي من الناس الكويسه، انا اشتغلت معاه مدرب في نجوم لما كنا بيلعب في الدوري الممتاز. المدربين كويسين جدا اللي بيعرف يقرا الخصم وبيعرف يشغل فرقته كويس. فانك تعمل الماتش دوت على سيراميكا وانت في الوضع ده، وخاصه الجول الثاني بالهجمه المرتده بعدد اللعيبه اللي كان في الهجمه المرتده، لا تعرف ان في دلوقتي، لا يعني انا كنت شايف كمان ان مع الكابتن حمد كان يجي حسني. لان الفتره دي كان محتاجه التزام زي ما قلت لك في الاول، الفرق بين الفتره دي والفتره اللي قبل كده هو الالتزام والمسؤوليه بتاعت اللعيب. اللي كان هيوصل الالتزام والمسؤوليه دي هو شخصيه زي شخصيه حسني. طيب بمناسبه مسؤوليه اللعيبه او ان اللعيبه تحس بالمسؤوليه، من ساعه ما وعينا على الاسماعيلي بصراحه وانت كنت بتلعب في الاسماعيلي، ازمه مستحقات، ازمه ماليه، ازمات طول الوقت في الاسماعيلي ما بتتحلش، وما جاتش اي اداره بصراحه حلت هذه الازمه، ربما غصب عنهم او ربما للتكاسل او ربما انه عدم ايجاد حلول ذكيه يعني. بس اللاعبين عدم تحملهم للمسؤوليه فيما يخص الامور الماليه دي، وانها تزهق وانها تمل وانها تسيب النادي، ده ممكن نلوم فيه اللعيبه ولا نلوم فيه الاداره؟ اي مشكله ماديه تلوم فيها الاداره. احنا على ايامنا احنا كريم، ايام ما كنا بنلعب، الفتره اللي انا لعبت فيها، لعبت في النادي الاسماعيلي 9 مواسم. فترة 9 مواسم دي انا شايف كنا افضل جيل او من افضل الاجيال اللي مرت في النادي الاسماعيلي. وكانت مشكلتنا ان احنا ما خدناش بطوله، هي المشاكل الاداريه. احنا مر علينا مجالس معينه كتيره جدا، يعني طول ال 10 سنين اللي قعدتوا في اسماعيليه مجالس معينه كلها، المره الوحيده اللي كان فيها مجلس منتخب وكان فيها استقرار لعبنا فيها ماتش فاصل على الدوري مع النادي الاهلي. ده كان باشمهندس نصر الحسن هو رئيس النادي، والفتره دي الوحيده اللي كان فيها استقرار، لعبنا ماتش فاصل مع النادي الاهلي. فالاستقرار الاداري ده مهم جدا. مجلس اداره السنه دي باشمهندس يحيى كون بيحاول يعمل افضل حاجه للنادي، واحنا مساندين ليهم وكل حاجه. لكن هو جاي النادي وعارف ان النادي عليه مشاكل كتير جدا، وعليه ديون وعليه قواضي وعليه وعليه وعليه. فانا الناس انتخبتني وانا مرشح نفسي وانا عارف المشاكل الموجوده، فبالتالي انا داخل وعندي حلول، فمحدش يتكلم في مشاكل ماديه دلوقتي. دي وجهه نظري. المفروض المفروض ما يبقاش فيه مشاكل، عشان ادام انت جاي انا داخل وعارف المشاكل اللي جوه، فانا داخل والمفروض عارف احلها ازاي. ممكن تقول للناس في مشكله دلوقتي، بس انا دلوقتي حلها، انا عامل حسابي انها هتتحل في خلال كذا، او فيبقى فيه حلول، لان انت داخل وعندك حلول. طيب المنافسه السنه دي في الدوري الممتاز شايفها هتبقى اهلي زمالك بيراميدز فقط، ولا ممكن ناس زي فيوتشر كده يجي من بعيد ويخش يزاحم، خصوصا ان النقاط عماله تضيق يعني؟ والله هي السنه دي فرصه لاي نادي يقدر يخش في المنافسه على الدوري كمان، مش المربع الذهبي بس. أيوة. في ظل مستوى الاهلي والزمالك اللي احنا شفناهم الفتره دي. فرصه كبيره جدا لاي نادي يخش في الزحمه دي، لكن زي ما قلت لك لا بتفرق. انا كنت بتكلم معاك ان ماتش فيوتشر امبارح والاتحاد فيوتشر فيها جهاز فني عالي جدا طبعا، كابتن علي فيها لعيبه كويسه جدا جدا. وعملوا شوط اول مع الاتحاد كويس قوي، واستغلوا كل الثغرات وكل نقاط الضعف بتاعت نادي الاتحاد، واحرزوا 3 اهداف. فننزل الشوط الثاني بالعقليه دي، لا لازم واقفه، لان مش دي العقليه اللي هتوديك للدوري او تخليك تنافس على الدوري. لازم العقليه تتغير، وانا ابقى نازل مش شايف نفسي. انا نازل، لا انا عايز ازود، انا عايز احافظ حاجات كتير جدا، لكن التركيز كان مفتقد جدا الشوط الثاني، وده اللي يخليني لا فيوتشر لو ما غيرش الطريقه دي لا مش هينافس على الدوري. ممكن ياخد ثالث رابع، لكن مش هينافس على الدوري. مش هينافس على الدوري لو ما غيرش العقليه دي. لكن لو مع ان اللعيبه اللي موجوده لعيبه كبيره، ولعبه اهلي ولعبه زمالك، ولعيبه عندها من الامكانيات ان هي تنافس. لكن ان انا ابقى نازل بالشكل ده الشوط الثاني لا، يعني لازم موقفه. طيب النهارده الكابتن ايهاب جلال كان موجود في مباراه النادي الاهلي، يحضر تقريبا معظم مباريات الدوري، متصور ان ممكن يبقى في مفاجآت في قائمه منتخب مصر القادمه؟ لا ما اظنش. مش هيبقى في مفاجآت؟ اصل هو قال هو القوام هيبقى 40 لعيب. ممكن هو مش هيضم ال 40 لعيب، لكن هيبقى في قوام 40 لعيب. ايه يعني المفاجآت من وجهه النظر اللي هي ايه؟ هيضم لعيب ما كانش مضموم قبل كده. بالظبط. هو بالمناسبه ضم احمد حمدي لاول مره في منتخب مصر من المحترفين. محترفين. انا يعني انا ما اقدرش احكم برضو، لان انا ممكن يكون هو متابع عارف. لكن انا مش متابع محمد حمدي بصراحه، فما اقدرش احكم. احمد حمدي مش متابع، فما اقدرش اقول هو يعني ضمه صح ولا غلط. لكن في الدوري المصري هتلاقي اللي ظاهر قوي دلوقتي هو عاطف. فيوتشر. صح. ممكن يضمه. لكن هو هتلاقي فيه مصطفى محمد، هتلاقي ممكن محمد شريف، هتلاقي مين تاني ضم المحترفين. احمد حسن كوكا موجود. فممكن يبقى عاطف هو اللي موجود.
هل هيبقى موجود على حساب حد من المحترفين؟ بس انا ما اظنش ان مش هيبقى فيها مفاجات يعني. صحيح. كابتن معتصم سالم شرفتني ونورتني كالعاده، استمتعت حقيقي بالحوار معك. اشكرك جدا. شكرا كابتن معتصم. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، نستقبل واحد من نجوم نادي الزمالك الكبار ومنتخب مصر، واحد من الاسماء والمهاجمين الكبار المهمين جدا في تاريخ الكره المصريه، الكابتن الكبير كابتن احمد جعفر، بعد هذا الفاصل. خليكم. لا مهاجم تقيل قوي. بص بصراحه اكلمكم بصراحه شديده والله، لما تبص على المهاجمين دول، ومع كامل الاحترام طبعا لكل المهاجمين الموجودين دلوقتي، بس مهاجم بيعرف يلعب براسه، يعرف يلعب برجله اليمين، يعرف يلعب برجله الشمال، يعرف يفنش بشكل كويس، حاجات كده تفاصيل يعني. لما كان احمد جعفر بيلعب ما كناش بنحس بيها من كتر المهاجمين الكتير الكويسين، بس دلوقتي بقينا يعني بنتنشأ على مهاجم تقيل زي الكابتن الكبير كابتن احمد جعفر اللي بيشرفني دلوقتي. يا كابتن احمد مشرف ومنور حبيبي يا كيمو، وسعيد ومبسوط اني موجود معاك، يمكن اول مره، وكانت المفروض من فتره من يعني، بس من الحمد لله يعني. وسعيد ومبسوط اني موجود معاك النهارده، من الناس اللي ما شاء الله عليها يعني، حبيبي يمكن مش واخده حقها في الاعلام، لان انت راجل بتقدم محتوى كبير جدا يعني. حبيبي تشرف وتنور حبيبي. الاول بقى قول لي بتعمل ايه دلوقتي؟ ايه حكايه موضوع الامارات ده والقصه دي عشان ناس كتير ما تعرفهاش؟ موضوع الامارات ده هو جه عن طريق مستثمر مصري يعني، وخد عقد من نادي الزمالك 10 سنين وعمل نادي في الامارات وكده، وطلع الرخصه بتاعته، وكان لسه الدرجه الثالثه عندهم لسه بتبدا، لسه عاملينها جديده يعني في الامارات وكده، فبنلعب بالدرجه الثالثه يعني. بتلعب في الدرجه الثالثه مع نادي الزمالك؟ اه مع نادي اسم الزمالك. نادي الزمالك في الامارات، نادي الزمالك الاماراتي. اه نادي الزمالك الاماراتي، هو حتى الشعار بتاع النادي واخدين طبعا اللوجو بتاع نادي الزمالك طبعا هنا، بس الشعار نفسه اللوجو نفسه هتلاقي عليه علم الامارات وعلم الزمالك. بس دي فكره حلوه طبعا، استثمار يعني، فكره وفكره عظيمه، فكره انه يبقى الزمالك موجود في دوله عربيه. التوسع للانديه المصريه حتى مش شرط تبقى موجوده هنا اللي هي في مصر بس، توسع الانديه المصريه كلها في الخليج ده الطبيعي يعني، بتاع الانديه كلها في كل حته. يعني زي ما قلت لك كيمو قبل ما يعني قبل ما نبدا الحلقه، ليدز يونايتد عنده فرقه هناك كانت معانا في نفس المجموعه، هايل، وصعدت، هي يمكن الفرقه الوحيده اللي صعدت، لان الفرقه يعني عاملين ما شاء الله مهتمين بيها وعاملين فرقه محترمه. وفرق وصعد بفرق قد ايه منكم؟ بونت واحد. بونت واحد يعني، ليدز صعد على حساب الزمالك بنقطه. بنقطه واحده. سلام. لا وبعدين احنا كمان عشان اول سنه ومش عارفين الدوري ماشي ازاي هناك، لان اتفوجئنا بالمستويات بصراحه، اتفوجئنا باللعيبه وبالمستويات، مستويات عاليه جدا يعني. والقوام الاساسي بقى بتاع التشكيل، لعيبه مصريين لعيبه اماراتيين؟ لا كان 90% منه مصريين، احنا كنا مصريين، وكان معانا 2 افارقه وكان معانا 1 اماراتي. بس الاغلبيه التشكيل كان يعني بين الافارقه والمصريين. والمصريين دول من نادي الزمالك؟ كان في 2 لعيبه في نادي الزمالك او 3، منهم عبد الوارث كان متصعد فريق اول، ومحمد اهاب كان فريق 2003 برضه زمالك ومنتخب مصر. دول الاثنين اللي كانوا في نادي الزمالك، وفي بقى المصري البورسعيدي، وفي الداخليه، وفي حسام حسن برضه زمالك اتصعد. كان في كذا لعيب من نادي الزمالك يعني. من كذا نادي الزمالك. طيب نادي الزمالك ايه بقى الحكايه في نادي الزمالك؟ يعني ايه يخسر ماتشين ورا بعض؟ يعني جماهير الزمالك وجماهير الزمالك نفسها حاسه انه نادي الزمالك بيخسر عن استحقاق يعني، ما فيش مثلا تقول سوء توفيق، ما تقولش مثلا انه كان في اخطاء تحكيميه، لا في خسارتين كانوا مستحقتين سواء قدام انبي او طلائع الجيش، ايه المشكله من وجهه نظرك؟ وانا شايف المشكله من فتره، مش من ماتش انبي او من ماتش الجيش، مش الخساره دي يعني، الفكره دي لا. ايوه طبعا انت كنت محتاج تدعيم بشكل كبير، بس برضه ان اللعيبه دي هي اللي خدت الدوري، واللي هي اللي نفست، وهي اللي جابت البطوله، وهي اللي اخر 10 ماتشات السنه اللي فاتت هي كسبانه تقريبا 8 من 10 ماتشات. فدي برضه دي مشكله ان انت برضه القوام ده هو اللي كسب. صح. ففين المشكله في الموضوع؟ انت عندك المفروض تدعيمات طبعا، وشويه لعيبه لازم تيجي في مراكز معينه، بس برضه مش زي ايه؟ مش بالاداء ده. ايه الاماكن اللي انت شايف فيها نقص في نادي الزمالك؟ يعني انا شايف طبعا حته الباك رايت، حته المساك عايز 2، ما ينفعش تلعب في 3-4 بطولات ب3 مساكين بس. لا قدر الله عندك واحد اتصاب الماتش هتلعب ب2، لو واحد خد كارت احمر ولا حاجه شكرا هيبقى عندك مشكله، هتجيب مساكين منين تلعب؟ صحيح. لو بتلعب في افريقيا هتبقى مشكله كبيره جدا يعني. صحيح. محتاج على الاقل راس حربه يكون تارجت على الجون. اعتقد ان هو ايبوكا يمشي مع نادي الزمالك، شايف الستايل. يعني انا بشوفه لعيب كويس جدا، ويقدر ايبوكا مهاجم انبي. ما شاء الله يعني. بشوف عايز لعيب رقم 10، عايز هاف برضه مع سواء بقى بن شرقي قاعد او موجود، لازم محتاج هاف برضه، بحيث ان هو حتى لو مستواه بن شرقي لو بن شرقي مش شايف مين يبقى مناسب.
انا بشوف رمضان صبحي بصراحه او محمد ابراهيم، بشوف الاثنين هم اميز اثنين في الجزء ده في مصر يعني. محتاج ديفندر جنب طارق حامد برضو لو طارق موجود وامام عاشور موجودين، فمحتاج برضو رقم 6. طيب فرصه افتح معاك موضوع رمضان صبحي، بما اننا قاعدين من دردش دردشه حلو. رمضان صبحي وجوده في نادي الزمالك وهو بياخد مرتب كبير، في الراتب بتاعه كبير في بيراميدز، وانه بقاله فتره يمكن شويه بعيد عن المستوى الطبيعي بتاع رمضان صبحي، هل ده ما يعملش مشكله، ما يعملش ازمه في الزمالك، ولا الزمالك يقدر يعوض الامور الماليه ديت ومفيش مشكله عند باقي اللاعبين؟ لا هتبقى في مشكله طبعا. ما هو انت هي الكره طبعا فيها فروقات طبعا، بس مش هيبقى فيها فروقات كبيره جدا يعني. طبيعه هتقرب كله من بعضه، لان عشان ما يحصلش جاب كبير جدا في الفرقه ويحصل مشاكل على كده يعني. بس انا شايف رمضان لا مفيد لنادي الزمالك جدا، هو محتاج نادي الزمالك دعم جماهيري، جمهور يبقى في ظهره. هو لما بعد عن الاهلي، لما مشي من الاهلي طبعا جمهور الاهلي ضغط عليه بشكل كبير جدا، بس اعتقد رمضان عقليته كبيره يعني. انا شايف ان هو لعيب ناضج جدا وبيفكر بطريقه احترافيه، ان هو دايما دماغه بره يعني، شايل حته الجمهور دي من دماغه خالص يعني. طيب عايز اسالك بقى على خط هجوم نادي الزمالك، عمر السعيد وسيف الدين الجزيري. عمر مجتهد ولاعب جيد، حتى لما كان بيخرج اعاره كان بيأدي بشكل كويس جدا. سيف الجزيري هو مهاجم منتخب تونس وكان هداف بطوله عربيه. ايه المشكله يعني؟ انت لو بتتكلم على الافراد فالافراد شكلهم كويس، بيلعبوا كويس. هل هي مشكله ستايل لعب، هو ستايل لعب بتاعهم ما بيليقش على طريقه لعب نادي الزمالك، ولا هي مشكله فرديه من عندهم هم؟ لا هم بعيد بقالهم فتره يعني. سيف تقريبا من ساعه ما رجع من البطوله العربيه على فترات ماتش كويس 3 لا، ماتش كويس 3 لا، فدي المشكله عنده هو، مش عند المشكله بتبقى عند اللعيب مش عند الفرقه. طبيعي انت ما شاء الله سيد زيزو، الفرقه حتى لو وحشه هو ما شاء الله مستوى ثابت. صح. فهي المشكله تبقى عند اللعيب نفسه مش عند الفرقه. عمر برضو لما طلع كذا يعني، ما طلع الجونه وطلع وكان في الانتاج الحربي وكان في دجله، كان ما شاء الله مكسر الدنيا. صح. والزمالك رجعوه بناء على انه كان مكسر الدنيا في الجونه. مظبوط. لا في حاجه غريبه بتحصل يعني، بس انا بشوف برضو سيف مش تسعة زي عمر. يعني سيف كان في المقاولين اكيمو وكان في طنطا قبل كده، قبل المقاولين كان دايما بيتحرك على الجناب وبيجي من بره مع كابتن عماد النحاس، يمكن كميته كانت ماشيه مع كابتن عماد شويه. مظبوط. فبشوف ان هو بيتحرك على الجناب اكتر من عمر شويه، وعمر تسعة اكتر، عمر فيروت صندوق اكتر. ممكن بس عمر يمكن حته قله اللعب شويه، او ده بيلعب ماتشين ده بيلعب ماتشين. وبرده لان طبعا انت فرقه بحجم نادي الزمالك مش هتصبر على 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 فيرود يقعد ماتشين ثلاثه مش كويس، او صح. او ما بيجيبش جون على الاقل. صح. فهي دي المشكله، دي عندهم مشكله كبيره جدا، ان هم بعيد حتى عن الجون مثلا يعني. ما فيش يعني هداف الفرقه سيد زيزو. فيرود نادي الزمالك طبيعي انه يبقى هداف الفرقه، ده طبيعي يعني، طبيعي ان فيرود نادي الزمالك يبقى هداف الفريق. لو مش هداف الدوري، لو مش هداف الدوري، لو مش هداف ده ابسط الامور. انا بقول لك يبقى على الاقل يعني لو جايب 10 يبقى هداف الفرق، هداف الفرقه جايب 13 14 جول. صحيح. طيب هل هي مشكله الزمالك بس، ولا هي مشكله في المهاجمين في مصر كلهم؟ وزي ما كنت بقدمك من شويه، انه زمان كنا بنقول مثلا ايه ده، في الدوري المصري احمد جعفر، وكان في عبد الحليم علي، وكان في حسام، وكابتن حسام حسن طبعا، وكان في عماد متعب، وكان في عمرو زكي، ويعني عارف انت، ومحمد فضل وسامح حسني. الجيل ده هتعد فيه. انت متخيل اسماء يعني؟ انت فاهم ده دول ايه؟ ده انا بكلمك دلوقتي على الاهلي وزمالك. ده احنا لو بصينا على باقي الانديه كمان هتلاقي بقى مجدي عبد العاطي، وهتلاقي كم اسم كمان ممتازين. ان شاء الله. المشكله انه بقى في ازمه كامله في الكره المصريه، انه تيتو. حتى انت لما فكرت في مهاجم دلوقتي ممكن يروح الزمالك قلت ايبوكا يعني. مش مصري. يعني ما في يعني. هي مشكله كده. انت عندك مشكله كبيره في ان انت كانديه كبيره دلوقتي بتدور على اللعيب الجاهز. ما بتصبر يعني، مثلا الزمالك عنده اسامه فيصل، هو ما عندوش الصبر اللي يصبر على اسامه انه يبقى كويس او يطلع وبعد كده هيقدر يفيد النادي بعد كده، زي ما مثلا عمل مصطفى طلع طنطا وطلع جه معانا الجيش، رجع ما شاء الله الزمالك بقى كويس جدا. فانت عايز اللعيب الجاهز دلوقتي في الانديه الكبيره، سواء في الزمالك او في الاهلي، عايز اللعيب الجاهز والفيرود الجاهز اللي يخلص لك ماتش. فدي عادت بالسلب على الكره المصريه، مش على الفراوده كلها في مصر يعني. النهارده لو بتجيب فرقه منتخب مصر هتجيب مصطفى شويه، حتى هو بقاله فتره ما بيلعبش مصطفى يعني، تقريبا هتحط مصطفى 70%. هات فرقه في مصر مثلا، ما فيش. باسم على فترات بقاله فتره يعني بيحاول، الفتره الاخيره بيجتهد بشكل كويس. بعد كده حتى حسام لما كان في سموحه ما شاء الله كان مكسر الدنيا، لما راح الاهلي الراجل بقاله موسم بيلعب ما بيلعبش خالص، بينزل يا دوب اوقاته قليله جدا، فرق معاه في مستواه برضو.
فانت لما تيجي النهارده كريم تدور على فيرود لمنتخب مصر او فيرود تاني مثلا منتخب مصر، ما فيش فيرود في الدوري المصري هيتضمن منتخب مصر. محمد شريف، حتى محمد شريف الفتره الاخيره برضو بعيد شويه على مستواه، بس بدا يرجع يعني. حاجه غريبه جدا، بس برضو محمد شريف ما بشوفوش فيرود 9 يعني. مثلا تيجي تلعب في بطوله افريقيا، منتخب بيلعب تصفيات بطوله افريقيا، هتلاقيه برضو مش هو اللي هو القوي اللي هيلتحم في الهواء زي مصطفى مثلا، اللي هو بيخبط في الكور العاليه وبيحجزه زي ما شفنا مصطفى في ماتش في البطوله، بيقدر ياخد جامبات من الافارقه طبعا في الالتحامات في الهواء والحاجات دي اقويه جدا يعني طبعا. فمحمد شريف في الحاجات دي مش هيفيدك اكتر من مصطفى. ايه رايك في مروان حمدي؟ والله كويس، مروان خامة كويسه وبدا يشتغل على نفسه الفتره الاخيره، بس مروان مش برضو بحس انه بيطلع بره كتير يعني، مش فيرو صندوق برضو اللي هو يجيب له جون في اي وقت. مروان بيحب يتحرك على الجناب كتير. طب مش الصندوق دي، فكره الصندوق دي يعني على ايام كنت بتلعب وانت كنت خلصت كنت معانا قريب يعني، بس احنا بنتكلم في اخر سنتين ثلاثه حصل تطور كتير قوي في الموضوع بتاع المهاجمين يعني. ما كان بقاش مطلوب من المهاجم انه يبقى في الصندوق، بقى مطلوب من المهاجم انه يتحرك كتير، ينزل كتير، ياخد هو اللعب ويسيب الزمايل يتحرك. هل ده تغيير في طرق اللعب هي اللي مخليه عندنا او مش عندنا مهاجمين نوعيه مثلا الاسماء الكبيره انا كنت بقولها من شويه؟ هي طرق اللعب طبعا، بس انت عندك برضو محتاج فيرو. انت برشلونه النهارده لما كان بيلعب من غير فيرو دراح جاب مين بعد السنه اللي بعدها؟ جاب سواريز 9 برضو اهو بيتحرك يعني، بس 9 فيرو بيعرف يجيب جول. بنبعد ليه مانشستر سيتي اهو مكسر الدنيا، راح جاب هالاند، راح جاب هالاند يعني 9 برضو لازم يبقى موجود. لازم يبقى موجود. النهارده هداف هداف ابطال اوروبا مين والدوري الاسباني؟ صحيح بنزيما، كريم بنزيما 9. ليفاندوفسكي افضل لاعب في العالم فطبيعي فيرود هو لا فيرود 9 فارق، ما بغض النظر عن طريقه اللعب انت صح. لازم محتاج نفترض ان تلعب فرقه جيم دفاعي، فانت عايز فيرود من اقل فرصه يجيب لك جون يخلص لك ماتش. طب دي الحاجه العريضه ان احنا ما عندناش مهاجم جامد يعني في الصندوق. بس في نقطه ثانيه بقى اعرض شويه، الفرص السهله يعني كل اللاعبين بقى حتى الجناحات وحتى المهاجمين وحتى اللي في النص يعني النهارده في ماتش الاهلي في 12 فرصه هنا و12 فرصه يعني فرص يعني الماتش ما ينفعش يخلص 0-0، الماتش يخلص 3-3 او 4-4 وكله بيضيع كله بيضيع. ايه المشكله برضو في موضوع تضييع الفرص السهله دي؟ ما دي برضو بترجع بص انا عشان عاجبني الدردشه معاك فبفتح معاك مواضيع كان نفسي افتحها من بدري، مواضيع عريضه شويه. ما دي بترجع لثقه اللعيب وبترجع برضو لتمرينه على الجول يعني. انا لما كنت مع كابتن حسام كانت عندي وجبه رئيسيه ان انا كل يوم لازم اشتغل على الجول، وجبه ما اطلعش من التمرين غير لما اشتغل على الجول. لوحدي او الفراود عامه. دي بترجع برضو شغل المدير الفني ان هو بيجيب الهفوات والفراود دايما تشتغل عندك وجبه على الاقل يومين في الاسبوع او ثلاثه في الاسبوع تشتغل على الجون دايما. انا كنت دايما مع كابتن حسام لازم طول الاسبوع مش يومين بقى يعني، انا بقول لك يومين اللي هو العادي يعني. لا ده انا طول الاسبوع لازم في تمرين 10 دقائق بعد التمرين خلاص التمرين يخرج اوفرات شمال ويمين وشغل على الجون من كل حته في ال 18 بس ده اساسي. يعني دايما عينك على الجون. لذلك الفيرود دايما بيبقى حاسس بالجون دايما بظهره يعني، انت يا دوب الحاجات الصغيره دي بتفرق جدا، لان انت في ثانيه بتلف تجيب جون وفي ثانيه برضو تقطع منك الكوره. فهي طيب. دي بتفرق فيرود عن فيرود يعني. دوري السنه دي شايف التنافس بين الاهلي والزمالك والبيراميدز تنافس قوي ولا تنافس مثير؟ وانا اقصد انه قوي انه الثلاث فرق اقوياء جدا فعاملين اداء كويس، ولا شايفه مثير بس عشان النقاط متقاربه؟ لا هو مثير مش مثير. ليه؟ انت عندك الزمالك اخر ماتشين خسر، الاهلي اخر ثلاث اربع ماتشات بيتعادل صح، وبيراميدز نتائج متراجعه وبيراميدز بيتعادل وبيكسب ماتش ويتعادل ماتشين يكسب ماتشين ويتعادل ماتش كده، فهو مثير مش اداء قوي عمر يعني تقريبا في الكوره على المدى الكام سنه اللي فاتوا الاهلي ما تعادلش ماتشين ورا بعض تقريبا. الاهلي اربع ماتشات ما بيكسبش. الاهلي اربع ماتشات ما بيكسبش، ثلاث تعادلات وخساره. الزمالك على الكام سنه برضه ما بيخسرش ماتشين ورا بعض. فدي بقى في حاجه غلط يعني، مش قصه بقى قوه، لا هو مثير بس ان النقاط كلها قريبه من بعض، لكن لو فرقه قويه لا هتفرق بكتير. طب وده مش فرصه انه بيراميدز بقى يبقى عنده طموح انه يكسب دوري؟ ده اللي انا قلت فيه بالسكواد اللي موجود واللعيبه الموجوده لازم يخش ينافس بقوه على الدوري. انت عارف انا قلت فرصه لمين كمان؟ فرصه انا شايف فيوتشر كمان بقى قريب منهم في النقاط يعني هو قريب، بس فيوتشر عشان اتعطل في الاول شويه. اتعطل نفسه في الاول شويه، لكن فيوتشر لو بالمستوى ده من اول موسم لا كان زمانه بينافس في المراكز الاولى. كان زمانه بينافس على الدوري الفتره الجايه كمان، عنده برضه فرقه محترمه مع كابتن، مع جهاز فني محترم جدا، كابتن علي ماهر عامل شغل كويس جدا في الدوري يعني.
بس انا بشوف بيراميدز ليه؟ لان بيراميدز كريم عندك بيراميدز ما شاء الله اجمد سكواد في مصر. انت عندك فرقتين في بيراميدز، يعني لو شلت واحد هتحط واحد، لو شلت اثنين هتحط الثالث. انت الدكه بتاع بيراميدز ما شاء الله غير اللي الناس مثلا تكون بره السكور، الناس اللي بره السكور اصلا الاهلي والزمالك عايزينهم. صح. طب ايه رايك في المدير الفني؟ لا لا مدرب محترم جدا، بس هو طبعا لسه الراجل ما كملش ماتش، يعني كسب ماتشين وتعادل ماتش او خسر ماتش. اختياره اصلا خلفا للكابتن ايهاب جلال ده كان اختيار سيء من وجهه نظرك؟ اختار كويس لانه الراجل انشغل معاهم قبل كده ومشي في اخر السيزون، فانا شايف ان هو اختيار كويس، المدرب كويس جدا وبيشتغل فكره كويس، كره على الارض وبيحب يبدا من تحت، وهو عنده اللعيبه والامكانيات اللي هي تسمح له ان هو تعمل شغله يعني. طب الشيء بشيء يذكر، عوده فيريرا تتوقع معاها نجاحات زي النجاحات اللي عملها قبل كده؟ من السنه الجايه مش من دلوقتي. ليه بقى مش من دلوقتي؟ ده سؤال مهم. القايمه مقفوله كريم، وهو ما جابش اللعيبه. فيريرا لما كان موجود ايوه كان في، كان برضه ما جابش اللعيبه، بس كان الزمالك في حوالي 30 لعيب ما شاء الله، كان ساعتها انا كنت ساعتها في امبي. الزمالك جاب في السنه دي 18 لعيب. 18 لعيب ما شاء الله منقي من كل فرقه 3 4 لعيبه كويسين اللي فيها، فكان عنده سكواد ما شاء الله فرقه كامله، وكانت ايمن في عزه، مصطفى فتحي، خالد، قمر، وباسم، يعني مش عايز، واحمد توفيق، وعمر، كان ما شاء الله كهربا جالهم بعد كده، لا كانت فرقه ما شاء الله يعني قويه جدا. يعني فيريرا لو لم يوفق بالفوز بالدوري هذا الموسم لا تلومه؟ لا طبعا ما لوموش، ولا يرحل عن النادي؟ ولا يرحل عن النادي. ده انت جايبه لقدام مش جايبه للسنه دي. انت جايب فيريرا للسنه دي، انت لو جايبه السنه دي كنت هتمشيه بعد الماتش اللي فات. صحيح. لو جايبه السنه دي هتمشيه بعد الماتش اللي فات على طول. صح. لكن انت جايبه للسنه الجايه بحيث ان انت هتجيب له بقى اللعيبه اللي هو عايزها، وانت نفسك حتى قلت الزمالك عايز حوالي 12 13 لعيب، يعني من السنه الجايه عايز 12 13 لعيب على الاقل. طيب الاهلي يكسب افريقيا؟ شايفه قريب؟ طبعا. طبعا الاهلي فريق كبير طبعا، وشايفه انه يكسب افريقيا سهل يعني. حتى لو ماتش هناك يعني. اللي حصل مع الاهلي في قصه المباراه النهائيه دي رايك فيها ايه؟ بص انا ما اعرفش تفاصيل بالظبط، بس الملعب. اللي عرفته ان الناس خاطبت اتحاد الكوره، يعني الغلط عندنا في مصر مش الغلط عندهم، فخلاص يبقى الناس ما عندهاش اي غلط. طب انا سمعت راي من الكابتن محمد فضل النهارده شبه رايك كده بالظبط، اللي هو الكاف ما لوش خطا اخطاء ما تلومنيش لان انا خاطبت، انا خاطبتك وانت ما ردتش عليا فخلاص. صحيح. قال لك الكاف لو كان غلطان، بس غلطان انه خلى المباراه يوم 30 مش في ميعادها الاساسي اللي هو يعني. لكن هو الراجل انا النهارده بعت لك وانت اصلا ما ردتش عليا. فاوريدي انا هاخد القرار اللي خلاص، القرار اللي موجود عندي، الناس اللي ردت عليها قلت اوريدي هاخد القرار بتاعها. بس هو برضه عندنا مشكله عامه في الكره، الافريقيه يا كريم، ان احنا حتى ما بنحددش خلاص. انت خلاص قلت النهائي من سنتين تقريبا ماتش واحد. فحدد بقى قبل البطوله اصلا نفسها، اعمل قرعه، شوف الدول اللي عايزه تستضيف المباراه النهائيه، واعمل قرعه واختار دولتين ورا بعض، مثلا ده السنه دي وده السنه الجايه، زي ما بتشوف في اوروبا بالظبط. وريح دماغك، ما حدش. وبعدين انت اللي تتحكم، مش الانديه اللي تتحكم فيك. انت بتتحكم، المفروض انت بتتحكم، لان انت زي ما تقول الليدر بتاع البطوله كلها. صح. فانت اللي هتقول المغرب اللي هتنظم، مصر اللي هتنظم، لا السنغال اللي هتنظم. صح. فانت لازم تحدد الحاجات دي زي اوروبا. النهارده لما كان الماتش في النهائي في روسيا، على طول غير على طول. صح. راح باريس على طول. ما عندوش الثانيه جاهز على طول، ولازم الملفات عندك ولازم الدول كلها تبقى جاهزه. بالمناسبه بص، هي المشكله عندنا في افريقيا يا كريم، ان احنا بنعمل حساب الانديه كتير، حتى في مصر برضه بنعمل حساب الانديه كتير. انت طبيعي ان انا الليدر، لا انا اللي هقول مش انت اللي هتقول. انا النهارده هلعب الماتش يبقى هلعب الماتش، مفيش حاجه اسمها تاجيل. زي ما بنشوف في العالم كله. هو ليه احنا مختلفين دايما على العالم كله؟ مش فاهم. وطول ما انت يعني ايه بتدي للناس انه فرصه انه يعترضوا او يفرض، خلاص هيعترض. كل مره هيعترض، كل مره هتيجي تقول له لا هتلعب، لا هيعترض، اجل. ولو سبت حد يفرض المره دي، الثاني هيقول لك طب ما افرض كمان مره. ما هو انت عشان كده، هو القرار لازم يبقى لازم السيستم يبقى واحد، والقرار دايما يبقى واحد. لان انت في الاول وفي الاخر زي ما انا قلت لك، انت الليدر وانت تتحكم في كل حاجه، زي ما انت تتحكم في الدوري وتتحكم في واتحاد الكوره، هو اللي بيتحكم في كل حاجه. انا النهارده هلعب يوم 6 يبقى هلعب يوم 6، هلعب يوم 10 يبقى هلعب يوم 10. الجدول هيبدا يوم 1/7 وهينتهي يوم 1/7. لازم كل حاجه كل حاجه بتخلص مواعيد في العالم كله الا هنا. الناس فضل قد ايه في الدوري في العالم كله؟ في كل بلد فضل فيها ماتش. الميلان هيلعب ماتش دوري، السيتي هيلعب ماتش دوري. صح. السيزون كله بيخلص في العالم كله الاسبوع ده تقريبا. بالظبط الاسبوع ده. انت لسه قدامك قد ايه؟ ده لسه احنا معانا لحد اخر اغسطس. ده لو خلصت غير ماتشات الكاس اللي بقالها سنتين ما اتلعبتش وراجعه دي كمان. صح. ده لو خلصتها. انت وغير توقف المنتخب. انت عارف ان انت عندك مشكلتين كبار جدا، انت هتفهمهم كويس كمان عشان انت لعبت مع زيد كمان تحت. انه الانديه اللي صاعده من للدوري الممتاز دي هتقعد 3 شهور ما بتلعبش. طب. يعني مستنيه بقى الدوري الممتاز لما يتلعب الناحيه الثانيه دي، خلاص صعدت. وغير الثلاثه اللي هينزلوا مش هتعرف تعمل صفقات، مش هتعرف تعمل اي حاجه.
الموضوع ما لهوش علاقه عندنا مشكله. واللاعبين اللي الانديه المصريه مثلا زي واحد زي احمد ياسر ريان ده معار مثلا، الاعاره بتاعته خلصت، الكهرباء الاعاره بتاعته خلصت، هيقعد في البيت بقى 3 شهور على ما الدوري يخلص. فانا بقول لك في قرارات كتير كانت لازم يعني يعيدوا حساباتها، يعيدوا حساباتها لقدام، مش ما تبصش دلوقتي، لا لقدام. ايه اللي قدام؟ انت كده كلها تراكمات بتفضل، هتفضل السنه الجايه والسنه اللي بعدها على فكره. لو ما خدتش قرار هتفضل تراكمات دي لسنتين ثلاثه جايين، لحد ما تيجي في وقت بقى اللي هو تضغط الدوري خالص ومفيش تاجيلات ومفيش اي حاجه. ودلوقتي انا من وجهه نظري ما فيش حاجه اسمها تاجيلات في الدوري. ليه؟ انت النهارده الانديه كلها ما شاء الله اللي بتلعب افريقيا كلها معاها الماده، وتقدر تجيب طياره خاصه تسافر وترجع في نفس اليوم على فكره، يعني بعد ما يروح يلعب الماتش يا كريم تخلص الماتش ترجع. صح. هتعمل دلوقتي الاستشفاء في كل حته في العالم، الناس بتخلص الماتش بتعمل استشفاء بتنزل بالظبط، ثالث يوم بيلعبوا ماتش عادي. يعني فكره الارهاق دي ما ينفعش تتقال. لا كان كتير. زمان بقى الماده كانت قليله، فكنت بتسافر 8 ساعات وترانزيت وكان ممكن. دلوقتي النهارده تقدر تاخد طياره خاصه تروح الماتش وترجع بعد الماتش، زي ما الاهلي عمل في ماتش ستي اللي هو بعد الماتش خلص رجع بالطياره الخاصه. صحيح. فما فيش حاجه، ما تقوليش بقى ان انا اجل واصل انا بلعب باسم مصر واصل انا بلعب لا كلها شعارات. انت ما بتلعبش باسم مصر، انت اسمك الزمالك، هجيبها في الزمالك، انت اسمك الزمالك المصري مش مصري الزمالك. انت فاهمني؟ لا ما تقوليش انا بلعب ايوه بتلعب باسم مصر بتحسب باسم مصر، بس اسمك برافو عليك الزمالك. النقطه دي عشان دايما جدليه جدا، بس هيبقى كل الانديه المصريه اللي بتلعب في اي بطولات افريقيه هي في اسمنا وفي اسم الكره المصريه طبعا طبعا، بس اسم البلد بيجي التاني. اسم النادي بيجي في الاول، ما بيقولش مثلا ايه مصر الزمالك. صحيح. لا ده بيقول الزمالك المصري او الاهلي المصري. انت فاهمني؟ فما تقوليش بقى ان انا بلعب باسم مصر. انت ايوه بتلعب باسم مصر طبعا، تمام انا معاكوا زي الفل طبعا، بس خلاص انت عندك منظومه الدوري لازم تمشي بيها. ممكن اصيغالك بصيغه تانية، كده كده كل الانديه المصريه اللي بتلعب في افريقيا هي حقا تلعب باسم مصر، تمام، بس احنا كمان الدوري المصري ده هو اسمه الدوري المصري، فنحافظ عليه هو كمان. وبعدين غير الدوري المصري هو انا بعمل الدوري ده كله ليه؟ صحيح. عشان في الاول في الاخر منتخب مصر. طب انت منتخب مصر الفتره الاخيره الترتيب عمال ينزل والمستويات ضعيفه. طب ما كده غلط، مش يعني انت عامل المنظومه دي كلها عشان تفيد منتخب مصر. طب المنظومه دي كلها ما تفيدش منتخب مصر في الاخر. لا احنا لازم نساعد بقى منتخب مصر 100%. يعني انت في الاول وفي الاخر المنظومه دي كلها عشان ترجع تعود على المنتخب. طب ما انت المنظومه كلها ما تساعدش المنتخب دلوقتي. يعني انت يا كابتن حسام البدري ما فيش اصلا ماتش ودي اتلعب. طب ما انت ما بتساعدش منتخب مصر، انت ساعدت منتخب مصر الفتره دي. ده بالعكس انت ما ساعدتوش ونزلته في الترتيب بتاعه ودخلت تصنيف تاني صح. هنخش لفينا لفه بقى بعيده قوي. ما هو ده كله بقى، ما بقول لك دي كلها تراكمات. صح. تراكمات. وخليك تلف لفه بعيده وتلاقي نفسك بترجع تاني للاصل. الحوار معاك ممتع جدا حبيبك، مش كده انا فتحت معاك تقريبا في كل المواضيع اللي يمين وشمال. كابتن احمد شرفت ونورت، كنت سعيد حقيقي والله ان انت كنت موجود معانا. ربنا يخليك وسعيد ومبسوط ان انا موجود معاك، وان شاء الله تتكرر تاني. يا رب يخليك كابتن احمد. حبيبك يا كابتن الكبير كابتن احمد جعفر كان ضيفي في هذه الفقره. بعد الفاصل نستقبل احمد نجيب ومعاه شويه ارقام مهمه جدا، خليكم معانا بعد الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره الصديق العزيز لتحليل مباراه اليوم وكثير من المباريات احمد نجيب. احمد مشرف ومنور كالعاده، بستمتع جدا بتواجدك كريم حبيبي. مساء الخير، اخبارك ايه؟ الله يخليك. كله امورك كويسه؟ الحمد لله. نبدا من حيث انتهى اليوم، مباراه الاهلي النهارده. الاهلي وفريق كان بيلعب كوره حلوه، البنك الاهلي النهارده عمل كوره هجوميه وكان ند حقيقي للنادي الاهلي في مباراه مفتوحه. شفت المباراه ازاي؟ تعادل عادل يعني عشان نبقى واقعيين. اول ما بتيجي تتنهد بقى لا يعني مثلا لسه بستوعب هيتنهد ويقول ايه بقى، خش على التنهيد. لا خالص، هي القصه كلها ان النتيجه اللي انتهت بها المباراه نتيجه منطقيه من واقع اللي شفناه في ال 90 دقيقه، بس مش منطقيه ابدا من واقع المعطيات اللي الاهلي تحديدا دخل بها المباراه. الاهلي وهو راجع من افريقيا بيفقد نقاط، وده المعتاد بتاعه. موسيماني ما جاش على دماغه مره يحاول يغير الواقع ده اللي الناس شايفين. انا كل ما ارجع من افريقيا اخسر نقط، ما حاولتش تغير الواقع ده. لا وجوده الفرص دي تقصد بيها انه فرص خطورتها. البنك الاهلي كانت اخطر من فرص النادي الاهلي. الاهلي راح 16 مره، البنك راح 13 مره. الاهلي عنده 6 اون تارجت، البنك عنده 4 اون تارجت، بس اجمالا درجه خطوره الفرص واهداف المتوقعه زي بعض، مع ان البنك راح اقل ولكن جوده فرص البنك كانت اعلى، فبالتالي اجمالي الاهداف المتوقعه في النهايه
وزن الكف، الكورنرز الفرقين زي بعض 7 و7، التمريرات الطويله 47 49، الكروسز 21 19، مش هيفرق بقى مين واحد، الارقام كلها زي بعضها. صح. الاهلي يتفوق في التمريرات القصيره اكتر من ضعف البنك الاهلي، وبالتالي بياخد الاستحواذ، ان التمريرات القصيره هي بتعمل الاستحواذ. طيب الجمله الشهيره، الجمله المهمه من جماهير النادي الاهلي، هو انتوا عايزين ايه؟ ما هو بيتسو موسيماني وصل الفريق للجول، البيتسو موسيماني المدير الفني خلى الفريق يصنع فرص، وده قاله بيتسو موسيماني في اكتر من مؤتمر صحفي، انا دوري ان انا اوصل الفريق للجول، مش دوري ان انا انزل اسجل. انت رايك ايه؟ ما هو فعلا الاهلي وصل للجول النهارده اكثر من مره. صح. الطريقه خلاص يبقى انا تمام. الطريقه انا مدير موسيماني اقول انا في تمام. جزء طبعا على اللاعبين يعني النهارده محمد شريف في فرصتين او ثلاثه من اللي جوله حقيقه الوم شريف اكتر ما الوم موسيماني، هو اللاعب مش مركز. سمعت من شويه كابتن احمد جعفر بيتكلم ان اللاعبين بيفقدوا الثقه من كتر ما ممكن يضيعوا الفرص او يهدروا اهداف سهله. هنا ده مطلوب ان المدير الفني لعيب بيضيع، محمد شريف بيواصل التضييع او بيرستا او ايا كان الاسم عشان ما اقولش اسم بعينه يعني. هل انت عندك ما يكفي من الحصص التدريبيه او يعني عدد مرات التدريب اللاعب بياخدها ما بين المباريات علشان تقدر تحسن له الفينش او تحسن التكنيك بتاعه التقنيه بتاعته؟ كانوا برضه كلام عن عمر السعيد والجزيري في الزمالك الى اخره. ايه نوعيه التحركات والفرص المفضله للاعب انه يسجل منها؟ يعني النهارده في كوره هايله قوي ما بين شريف وبيرسيتاو، اللي شريف كان واقف لبره وفود بيرساو يلعبها لجوه، بيرساو مجرد ما تقلع الكوره وقرر يعني رفع عينه وتقلع الكوره ادى مساحه لشريف انه يقطع له في وسط المدافعين، الحقيقه بيرساو حطها له كويس جدا. شريف اي حاجه غير اللي عمله الكوره جول، اي حاجه. فانت هنا وانت رايح انت مش عارف انت هتعمل ايه، انت مش رافع عينك. هل شريف القطعه دي حصلت بشكل ارتجالي؟ هي لو بتتكرر في التمرين ودي جمله احنا حافظينها هيجيبها جول وهو مغمض على فكره. صح. يعني العقل الباطن بتاع اللعيب من كتر ما انا بتمرن خلاص انا هسجل، انا هقدر ان انا اسجل منها. فالفرص بتتصنع، هل هي فرص قدريه بالصدفه عن طريق اجتهاد لعيبه متروكه لمساحه الارتجال او الكرياتيفيتي عشان كلمه اشيك يعني، متروكه المساحه دي من اللاعبين قدام مدير فني ملوش دخل بيها، ساعتها هلوم ان هم بيضيعوا. لانك انت لو في منهج لعيبه دي بتوصل كل مره بنفس الشكل، وكل مره في لعيب بيقطع على القريبه ولاعيب بيقطع على البعيده، وفي اتنين من خط الوسط بيتواجدوا في نفس المساحه او نفس المربع كل مره، والكره العرضيه بترفع من نفس المكان. فانا شايف ده بيحصل، ده النمط، هو ده الباترن او النمط. فلو ده بيحصل ويتكرر هنا ما اقدرش الوم المدير الفني، الومه في جزء صغير بس اللعيبه لو فضلت تضيع، يبقى يا اللاعبين غير مناسبين لنوعيه الفرص دي، يا اما هم محتاجين يحسنوا التكنيك بتاع الفينش بتاعهم، وده يتطلب عدد اكبر من مرات تدريب او ترايلز اكتر في التمرين، التمرين اللي هو العدد الوقت القليل الساعه او الساعه ونص اليوميه المعتاده غير كافيه، فمحتاج اللاعبين يعملوا حاجه اسمها تدريبات تخصصيه اللي بيشتغلوا فيها بشكل فردي ان هم يطوروا من الجزء ده عندهم. طيب في حاجه ممكن اكون عارف من حكم علاقتي بيك رايك فيها، بس لازم كمان الناس تسمع. اتفضل. ليه دايما في مشكله في خط دفاع النادي الاهلي؟ دايما في مشكله باي عناصر موجوده، في مشكله في خط دفاع النادي الاهلي مستباح. فكره انه الضغط على اللعيب اللي معاه الكوره او المهاجم اللي معاه الكوره في اي خصم بيبقى الضغط ضعيف جدا، فكره انه يبقى في مساحات دايما خلفك سواء على ناحيه الباكات او الاثنين مساكين موجوده، في مشاكل حتى لو المشاكل دي الاهلي دايما كان بيترجمها بانتصارات، بس المشاكل موجوده يعني الاهلي بيبقى بينتصر والمشاكل دي بتفضل موجوده حتى لو بيحقق الثلاث نقاط. طيب خلينا نفرق ما بين الضغط على اللاعبين اللي مرتبط بعمليه الفيز بتاع البيلد اب اللي هي مرحله من مراحل بناء الهجمه، وعمليه المساحات الورا دي في الحاله الدفاعيه بقى والتنظيم الدفاعي. خلينا نتكلم الاول على حته بناء اللعب. تمام. لا، افكار موسيماني بتتلخص في ان وجود اكبر عدد من اللاعبين في التلت الاخير او امام المرمى، وبالتالي التحضير دايما بيكون العدد فيه قليل، الجناحين والاثنين المهاجمين بيكونوا متعلقين فوق قوي قرب 18 المنافس، الاثنين الفول باكس بيتقدموا بيعدوا خط النص او بيوصلوا نفسهم يعني، ويتبقى اربع لاعبين اللي هم الاثنين قلبي الدفاع والاثنين الارتكاز، هم اللي بيتولوا عمليه تبادل بنى اللعب وتبادل الكره لغايه ما يلاقوا حته كده او مكان فرصه مساحه يلعبوا فيها الكره الطويله علشان الناس يبداوا ياخدوها او ياخدوا الكره الثانيه من بعد كده. ده بيحصل؟ لا ما بيحصلش، ان هم بيقعوا قدام الضغط بقى. قدراتهم الفرديه مبدئيا غير مناسبه لده. كم زوايا التمرير اللي بيخلقها اربع لاعبين بس واقفين على شكل بوكس يعني اثنين واثنين واقفين على شكل مربع كده غير كافي اطلاقا. دايما العدد الفردي في البيلد اب بيخلق زوايا تمرير اكتر. هنا الاثنين او الشكل الغير منتظم بيخلق زوايا تمرير اكتر. شكل النادي الاهلي بيبني بيه بيحصل اثنين ديفندرين طبعا بيروحوا ظهرهم للملعب وشهم لمرماهم زي ما شفنا رامي ربيعه وقفشه النهارده، في محمد هلال مطلع رامي ربيعه بره اللعب
ومحمود سيد لعيب خط وسط البنك الاهلي مطلع قفشه بره اللعب. هم ضاغطين على الاثنين فحرمين ان هم حرمين عبد المنعم وايمن اشرف ان هم يخرجوا عليهم. ومع ضعف رامي ربيعه بالكوره وعدم احساس قفشه بالمكان حتى لو الكوره جت لهم، كل اللي بيعملوه ان هم بتجيلهم تقوم خابطه فيهم ومرجعها تاني اللعيب اللي جابها له ان مش مكانهم اصلا. طب ايه الحل؟ الحل هنا ان الوقفه دي اصلا غلط، تكنيكالي الوقفه دي غلط. انت بتكون محتاج انك تكون واقف بزاويه ميل، جسمك يبقى مايل عشان يبقى عندك مجال للرؤيه. يعني لو انت بتسلم بجنبك بدل ما انا بروح للعيب كده، انا محتاج ان انا اروح له بزاويه ميل شويه عشان يبقى عندي القدره ان بفنت بسيط جدا اطلع المدافع اللي ضغط عليا بره اللعب، او كمان انا مجال رؤيتي يبقى واسع شايف الجزء اللي هو البلايند اريا بالنسبه لي، المنطقه اللي خارج اللي في ظهري اللي هي في نص ملعب المنافس. حد ما بيحصلش، ودي مشاكل تقنيه مش هتتغير غير بالتمرين، ان اللعيبه يتفرجوا على نفسهم بيعملوا ده، او موسيماني يغير الشيب، شكل البوكس اللي بيخرجوا فيه ده لازم يتغير، ينضم لهم واحد من الفول باكس بقى فيبقى شكل خماسي فزوايا التمرير تزيد الى اخره. الحلول بالتاكيد عند موسيماني، هو يعرف اكتر مننا ايه اللي بيتم. احنا دورنا ان احنا بنقيم الشكل اللي الراجل بيستعمله، هل هو مناسب ولا مش مناسب. الحقيقه هو مش مناسب، فبالتالي بيقع فريسه للضغط فهي بتتخطف تمريره سيئه، يعني تمريره سيئه بتتقطع مباشره من اول لعيب، او بتروح تمريره طويله وحتى لو خدت الاولانيه نتيجه سوء انتشارك قدام ما بتاخدش الكره الثانيه والهجمه بترتد عليك، وده اللي حصل. فده الجزء او القصور اللي موجود في الحاله الهجوميه النادي الاهلي. طيب القصور الموجود في الحاله الدفاعيه برضه هي هي، انت طول الوقت بتحاول منك فريق كبير وليك الابر هاند في بطوله الدوري، عكس الكيس اللي كنت بتكلم عليه منتخب مصر وانت بتلعب تحت الكوره في كاس افريقيا. فانت طبيعي انك تكون فاتح خطوطك والمسافات ما بين خطوطك كبيره وعدد من اللاعبين موجود في نص ملعب منافس عشان يحاول يضغط بدري ويستخلص الكره بدري. ولان الضغط مش بيكون منتظم او اللاعبين اصلا قدراتهم الدفاعيه قليله، فالضغط ده بيتضرب بشكل او باخر، فبالتالي المنافس بيروح بعدد مكافئ تقريبا للي فاضل في نص ملعبك، فبيضطر انك تخرج قبلهم. انا مش هستناك لغايه 18 واحنا عدد احنا متفقين عليك عددي، في حاجه اسمها النوميريكال ادفانتج او اللي هي الميزه العدديه، فانا مش موجوده. فانا لو سبتك لغايه ما تيجي عندي هبقى مرمايه في خطر كبير، احنا انا ما عنديش مدافع او اتنين زياده حتى. صحيح. فبضطر ان انا اخرج من مكاني، اعمل حاجه من الاثنين، يا البوزيشنال ادفانتج ان انا اخد ميزه مرتبطه بان انا غيرت البوزيشن بتاعي فقابلتك في منطقه الخطوره فيها قليله على مرمى احنا لسه في الثلث الاوسط من الملعب، او حاجه اسمها الدايناميك ادفانتج ان انا كلاعب بقى في النادي الاهلي استغل القدرات الدايناميك، اسرع منك مثلا، انقضاضي افضل منك. فدي حاجة مرتبطة بقدراتي أنا كمدافع أو قدرات مدافع النادي الأهلي يعني. فده لما بيحصل في كل الأحوال المساحات بتتكشف. صحيح. ولأن دايما الميزة مش موجودة، مش دايما الميزة موجودة. يعني محمد هاني لو راح على جناح وليكن يعقوب النهاردة، هل أنت ضامن أن في كل مرة هاني هيخطف الكرة، هل أنت ضامن أن هاني أسرع من يعقوبه؟ لا، بظروفها حقيقي. عشان أبقى واضح يعني. صح. فيعقوب سهل جدا يتبادل الكره، ياخد الكره في ظهر هاني ويروح في المساحه دي كلها اللي هاني براها، فيضطر عبد المنعم يفتح ويسيبه فيروح له، فايمن اشرف يروح وراه، فمحمود وحيد يرحل غلط او يرحل بزياده، فكريم بامبو يروح من وراه زي الكره اللي النهارده في 6 ياردة. هي الفرصه دي اتخلقت بالطريقه دي بالظبط. هو ليه كريم فؤاد ما بيلعبش؟ هو ليه كل صفقات الاهلي عموما ما بتلعبش؟ يعني اغلب، مش كل، عشان بيرسي تاو في النهايه هو يعني بيلعب، بس ليه اغلب صفقات الاهلي ما بتلعبش؟ الجديده يعني كريم يعني فؤاد، ميكيسوني، حسام حسن، بيرسي تاو اللي بيلعب بانتظام، يمكن احمد عبد القادر طبعا ده عائد من الاعاره يعني. لكن انا مش شايف حد بيلعب من الصفقات الجديده. محمود وحيد انا مش مصدق انه مازال هو بعد اربع صيف في النادي الاهلي اغلبهم مصاب. وقت ما تحب تريح علي معلول انت بتدي محمود وحيد. هو كريم فؤاد في ميزه هايله، وهي دي الميزه الحقيقه انت اشتريته عليها عشانها اساسا اصلا، باك رايت باك ليفت، جناح يمين جناح شمال. صح. راجل جوكر في كل المناطق اللي هي قرب الخطوط، هو لعيب جوكر. صح. ولما لعب في كاس الرابطه بدايه من كاس الرابطه ولعب في مباريات دوري وشفناه في بعض الوقت في كاس عالم الانديه بالمناسبه، لقينا في شخصيه، في لاعب عنده شخصيه، عنده حاجه يقدر يقدمها. قراراته في الملعب ما فيهاش مشاكل، حتى معدل اصاباته الراجل بيدخل على اللاعبين هو مش خايف، لانه معدل اصاباته كلاعب ربنا يحميه يعني ويحفظه طبيعي. وحيد بالتاكيد متاثر بكم الاصابات الكبير، ونفس المشكله موجوده عند رامي ربيعه بالمناسبه. انت طول ما انت مسيرتك مليانه اصابات بيبقى عندك مشكله كبيره في انك تفوز بالالتحامات في الملعب، لان القوه دايما مشوبه كده بالحذر او تدخلات مشوبه انك حذر او خايف ان اصابتك تتكرر او تتجدد باي شكل. وحيد ما بيلعب، كريم فؤاد ما بيلعبش، حسام حسن احنا ما نعرفش هو فين، صلاح محسن النهارده هو البديل الاول في خط الهجوم. صلاح محسن اتساب في القاهره 5-6 ايام والاهلي في الجزائر. صح. واللي خدتهم معاك مطلعهم بره. فكانت غريبه جدا بالنسبه لي. يعني صلاح ومحسن وحسام حسن الاثنين اتسابوا في القاهره. طب ايه النهارده، ايه اللي خلاك تفضل وانت اصلا متمرن بعد الجزائر، متمرن نص تمرينه؟ ايه اللي خلاك تفضل ان صلاح محسن يعني اخترته ليه؟ ما صلاح محسن ما شبه شريف اصلا.
لما تاخد مهاجم نوعيه مختلفه، عشان لما مع الفريق المتكتل هو البنك الاهلي لما تتزنق انك توصل للاطراف الجنب يمين وشمال تحط عرضيات يبقى عندك مهاجم صح. في الصندوق بيو جدا. طيب عايز اسالك سؤال، انت لو بيتسو موسيماني وعندك مباراتين في الدوري يوم السبت والاربعاء وعندك بعد كده يوم الاثنين مباراه نهائي افريقيا وعندك لعيب النهارده جرس انذار كده محمد الشناوي خارج بشد او اجهاد في العضله الخلفيه، تضحي او بلاش تضحي، تاخد الريسك وتلعب لاعبين اساسيين ومهمين في فريقك المباراتين القادمتين، ولا تريح اللاعبين الكبار اللي انت هتعتمد عليهم بشكل كبير العماد الاساسي زي ما بيقولوا في مباراه نهائي افريقيا، تريح ولا تلعب وتاخد الريسك؟ هم اختيارين كلاهما مر يعني الحقيقه ما فيش اختيار هو الصح في المطلق. تمام، وارد تريح وتجهز وتعمل وفي النهايه لا قدر الله تخسر فاينل افريقيا بصفاره حكم غلط. وارد يعني الحقيقه ما فيش حاجه هي في النهايه كوره يعني. ولكن القرار السيف او القرار الاكثر امانا ان انا اقلل اللاعبين الاساسيين او الكبار او اللي انا هعتمد عليهم في فاينل افريقيا اللي هم بالنسبه لي في خططي يعني بالنسبه لفاينل افريقيا احاول اقللهم بقدر الامكان. مش علشان الدوري مش مهم اطلاقا، هذا الدوري هو الاهم للنادي الاهلي ويكاد يكون اهم بمسير بيتسو موسيماني لانه هيحدد مصيره مع النادي الاهلي مستقبلا. جمهور النادي الاهلي يعني ما بيرضاش بخساره الدوري مره واثنين والكلام ده ورا بعض. انت مصاب بتدخلني في حتت جدليه يعني بيتسو موسيماني لو خسر الدوري السنه دي وخد افريقيا وحتى لو خد افريقيا الثالثه عادي يمشي. هو الاهلي المفروض انه يكسب بطوله يضحي ببطوله عشان يكسب واحده ثانيه قصادها؟ لا معروف يعني ان الاهلي بيدور على كل البطولات، حتى انا دايما اقول حتى لو دوره رمضانيه الاهلي عايز ينزل يكسبها. بالظبط بالظبط. بس يعني الثلاثه دول مش هيشفعوا له في اي لحظه من اللحظات؟ يشفعوا له مفيش مشاكل، بس في النهايه خساره الدوري المصري بنفس السيناريو للسنه الثانيه وان انا اخسره في المباريات اللي من نوعيه زي ما نوعيه النهارده زي نوعيه طلائع الجيش زي نوعيه سيراميكا زي نوعيه المصري لما تكتل وجاب فيها جول من ضربه ثابته الى اخره، والمباريات اللي فقدت فيها هي كل دي شبه الاسماعيلي السنه اللي فاتت والجونه السنه اللي فاتت والبنك الاهلي نفسه السنه اللي فاتت الى اخره، والانتاج الحربي اللي اكتسبه بعد معاناه رهيبه في الدقائق الاخيره، اسوان الهابط الاثنين الهابطين عانيت معاهم، دجله كمان الاهلي كسبوا 2-1 بالعافيه السنه اللي فاتت. موسيماني امام الفرق اللي في النص الثاني من الجدول يعاني. موسيماني تاريخه كله مع سان داونز في الدوريات اللي فاز بيها جنوب افريقيا بيلعب، انت بتلعب 30 ماتش في الموسم هناك في جنوب افريقيا يعني 90 نقطه متاحين، موسيماني يكسب الدوري ب 55 نقطه مثلا يعني بيفقد اكتر من ثلث النقاط. انت لو كنادي اهلي هنا فقدت اكتر من ثلث النقاط هتلاقي نفسك في المركز الرابع مش هتطلع الثاني حتى. فطبيعه المنافسه مختلفه. الراجل مش قادر يكيف امور مع طبيعه المنافسه، الراجل بعد خساره الدوري السنه اللي فاتت خرج اقسم اني عرفت الدوري المصري وعرفت والان فهمت طبيعه المنافسه واللي شايفينه دلوقتي انت بتكرر السيناريو بحذافيره بالحرف، اللي حصل السنه اللي فاتت بيتكرر السنه دي. طبيعه الكره فيها مكسب وخساره طبعا، ممكن تخسر الدوري عادي طبعا، ولكن تكرار فعل نفس الشيء مرتين او اكثر مع انتظار نتائج مختلفه دي ازمه كبيره موسيماني حاطط نفسه فيها مع جمهور النادي الاهلي. صحيح. وهي دي ازمته الحقيقيه، مش انه بيخسر الدوري، انه بيخسره بنفس الطريقه. وانت حلفت لنا واكدت لنا انك اتعلمت، وهي دي المشكله الكبيره. صحيح. نجيب شرفت ونورت، اشكرك كريم حبيبي، دايما بستمتع بتواجدك حبيبي انا اكتر. شكرا جزيلا، ده كان لقاءنا الختامي مع احمد نجيب في حلقتنا اليوم من رقم 10. اشوفكم يا رب على الف.